مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. عايز اقول لكم يعني ان برجاوي بيديني بالظبط 30 ثانيه ان انا اقعد واركب مايكات، ويعني 30 ثانيه بقول له تعبانه برجاوي، ما فيش برضه برجاوي طول عمره برجاوي اللي هو الشغل يعني نمره واحد في حياته. ماشي انا موافق على فكره، واحنا دايما جاهزين، الاهلي دايما جاهزين. دايما بتشرف بيكم، الف الف مبروك على الفوز على الانتاج امبارح. غير الفوز النتيجه خالص نبعدها زي ما احنا متفقين، الاداء والتغيير في الشكل العام في وقت قليل قوي. لازم نعرف ان احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا وفقنا في اختيار مدرب بتوفيق ربنا اكيد، لكن مدرب عامل بصمه في وقت قليل قوي، ودي حاجه بيتمناها اي فريق في الدنيا كلها. يعني انا دلوقتي لو جيت اخيركم بين فايلر ومش عارف مين هتقولوا احنا عايزين فايلر. كل التوفيق للمدرب المجتهد جدا اللي شغال يعني على قدم وساق، اللي ما بيسيبش اي كبيره وصغيره في التمرين زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي غير شكل الاهلي بشكل عام، غير حتى تمركز اللاعبين، غير تفكير اللاعبين. بنشوف رمضان صبحي طبعا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده الحمد لله ان احنا بنتكلم في الكوره، ودايما بقول لكم المدرب لما يحط تشكيله ويعمل بصمه انت كمشجع الطبيعي ان انت ما تعرفش المدرب بيعمل ايه، لان انت لو عرفت المدرب بيعمل ايه قبل الماتش ممكن تتوقع تشكيل معين، او ممكن تقول مثلا اصل مثلا يعني واجاي لعب مباراه مش عارف مين ليه، اصل رمضان مش عارف ايه ليه، اصل هو طلع ديانج وديانج كان مكسر الدنيا ليه. لو انت وصلت لتفكير مدرب، المدرب ده انا عن نفسي بعتبره ان هو مدرب عادي. لكن انت طالما الحمد لله المدرب بيغير وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، انا بالنسبه لي مدرب كبير. يا رب ان شاء الله، مش عايزين نقعد نقول بقى عشان ما نحسدش الراجل، بس الحمد لله شكل مميز جدا جدا النادي الاهلي. لعبنا مباراتين يعني عشان تحكم على فايلر وتحكم على مستوى تفكيره وتحكم على اداؤه الفني، تشوفه مع فرقتين كبار جدا بحجم سموحه وبحجم الانتاج الحربي، بحجم الاجهزه الفنيه اللي ماسكه الانتاج الحربي، كابتن مختار يعني حدث ولا حرج، كابتن حسام حسن وابراهيم حسن وجهازهم المعاول حدث ولا حرج، ايضا فرقتين كبار جدا تحكم على فايلر من التجربتين في الدوري العام، وكمان تحكم عليه من تجربته الافريقيه كمان. فايلر ان شاء الله يكون مدرب عند حسن ظننا، مدرب يعمل اللي احنا عايزينه ونشوف الشكل اللي احنا عايزينه كأهلاوية في الفريق بتاعنا اللي هو الفريق الاهلي اللي لا يقل عن اي فرقه في العالم بالنسبه لنا احنا كأهلاوية، وما شاء الله ما شاء الله اداء اوروبي في المقام الاول والاخير. هنتكلم عليه مع ضيفي الكريم اللي شرفني بعد قليل، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. ان شاء الله يشرفني بعد الاخبار، هيكون في حوارات وكلام كتير جدا هنتكلم معاه في كل حاجه. تعالوا اقول لكم الاخبار بسرعه قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم. الاهلي هيسافر لاسوان لملاقات اسوان يوم السبت، هيسافروا فجر الجمعه ان شاء الله، رحله موفقه وان شاء الله مفيش بقى فريق ضعيف وفريق كبير، مفيش كل الكلام ده. احنا بنشوف الملعب بيفرض علينا شكله والاجواء بتفرض علينا كل حاجه في الملعب بصراحه. اسوان معاهم مدرب محترم جدا مجدي عبد العاطي، طموح جدا، بيقدم كوره كويسه، ممكن ما وفقش في اول مباراه وتعادل في ثاني مباراه، لكن اسوان فريق صاعد واعد الاضواء مره ثانيه ان شاء الله. يعني كل التوفيق ليك يا مجدي، بس اكيد مش في مباراه الاهلي بصفتك ان انت صديق شخصي يعني واخ ليا يعني، لكن مش في مباراه الاهلي اكيد مش هتمنى لك بصراحه. شخصيه محترمه جدا مجدي عبد العاطي، كمان مدرب كفء جدا وعنده فكر، ان شاء الله يكون ليه مستوى متميز قوي في التدريب باذن الله. هنسافر يوم الجمعة زي ما قلت لحضراتكم الفجر، وإن شاء الله المباراة يوم السبت بإذن الله. إرهاق من السفر ومباراة متلاحقة، لكن الأهلي أعتقد أنه هو خد على كده، وأعتقد كمان اللي فايلر عامل حسابه من بدري قوي على الكلام ده، عشان كده بنشوف لعيبة بتريح وبنشوف لعيبة بتشترك وبنشوف نجوم بتبقى متألقة، وبعد كده بنتفاجأ إحنا اللي هو الجماهير بنتفاجأ ان هو مريح مثلا لعيب مميز قوي، لعيب جاب جول، لعيب كان مقدم عرض كويس، كل ده علشان ضغط المباريات، وان انت تعمل يعني غيره بين اللعيبه ان مفيش مكان باسم حد، مفيش مكان باسم حد وما تتوقعش حاجه، عشان كده دايما اشتغل دايما. طبعا لعيبه الاهلي كبار على الكلام ده، لكن برضو مفيش مشكله ان انا اعمل كده، وفهو كله الحمد لله كل فايق والكل عايز يلعب ويشارك، وبتشوفوا الشغل في الملعب شكله ايه. كان في مران بدني 30 دقيقة للعيبة النهاردة، الفريق الأول بالنادي الأهلي، كان قاده توماس مخطط الأحمال البدنية على ملعب التتش. كمان الأهلي بيتدرب لأسوان، قلت لحضراتكم إن شاء الله يسافر الفجر بكرة إن شاء الله.
وهيلعب عصر السبت باذن الله في اسوان. الاجواء في اسوان اجواء تحفه، والجو الحمد لله بدا يتظبط شويه ان شاء الله، يعني ما يكونش الجو حر هناك. انتوا عارفين طبعا التدريبات خلاص بقت بدون راحه، قلنا عشان ضغط المباريات وخلاص احنا خدنا على كده. 23 لاعب اختارهم المدير الفني فايلر، المدير الفني السويسري النادي الاهلي. هقول لهم لحضراتكم: شريف اكرامي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم، رمضان صبحي، حمدي فتحي، وليد ازار، وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، وديانج، محمد الشناوي، عمرو السليه، ومجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن، وجونيور اجاييه، وجيرود، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير. دول 23 واحد. القايمه انتوا عارفين طبعا بقيتوا اساتذه في الكلام ده، القايمه 18 لعيب، في خمسه معاه هيكونوا بره القايمه. ده يعني لقطات من اخر تمرين قبل المباراه. ماشي. فايلر بيجتمع مع سيد عبد الحفيظ على هامش المران، اكيد بيتكلموا على معسكر اسوان واللي هيحصل فيه، وجو اسوان شكله ايه، طب الدنيا في اسوان عامله ايه. اكيد هو درس كل الكلام ده، لكن للتاكيد كان في جلسه مع النجم سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. وانتوا عارفين طبعا سيد يعني اكيد مش هنتكلم عليه كلامنا، يعني مش هيديله حقه مهما اتكلمنا عليه. كمان بيجتمع فايلر مع رمضان، مش يعني هتلاقوا اجتماعات كتير جدا. الاجتماعات دي يا جماعه ممكن تبقى دقيقتين قبل المران. في الصوره قدام حضراتكم طبعا نجم النادي الاهلي الكابتن احمد شوبير في المران لمؤازره اللعيبه، طبعا لفته جميله جدا من النجم الكبير كابتن احمد شوبير. بقول لحضراتكم فايلر هتلاقيه بيجتمع مع صلاح محسن، مع رمضان، مع الشناوي، هو ما بيسيبش حاجه. اكيد بيبقى فيه كلام، اكيد هو محضر كلام. الكلام ده صح جدا وحلو جدا، من اول قلت لكم او قلنا واتفقنا ان ان شاء الله يكون يعني مبشر بالخير باذن الله. اتكلم مع رمضان عن بعض الامور الفنيه في مباراه الانتاج واللي حسمها الاهلي برباعيه نظيفه، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور اجاييه، وليد سليمان. اهداف رائعه، اهداف ملعوبه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. مش عايزين نقعد بقى نتكلم علشان ايه، مع ان كلامنا بيضايق الناس بس مش مشكله. ومحمد هاني كمان كان ليه تدريبات خاصه، محمد هاني طلعوا فايلر امبارح علشان الانذارين. كان في لقاء مع سامي قمصان بعد المباراه، اتكلم فيه او سئل سامي قمصان عن خروج محمد هاني. سامي قمصان قال اكيد عشان الانذار الثاني، محمد هاني كان في بعض التهور امبارح. بقول لكم الكل عايز يعمل اقصى ما لديه. محمد هاني خد انذار، كان ممكن ياخد انذار تاني، لكن الحمد لله ربنا ستر، عشان كده استبدلوا فايلر على طول بالنجم الكبير احمد فتحي. ما فيش حد بيقل عن حد خالص، بل بالعكس ممكن تلاقي الدكه يعني اقوى كمان. كمان كان في اجتماع مع علي لطفي من مدرب الحراس يانكون والمدرب العام ديفيد سيزا، يعني كان كل حاجه بصراحه مهتمين بيها الحمد لله. كان في اجتماع مع لطفي بيتكلموا مع بعض على بعض الامور الفنيه، اكيد برضو بيتكلموا على ان احنا لازم نصبر وان احنا لازم هيجي فرصتنا والدنيا دي كلها. اكيد ده الكلام اللي ممكن يتقال في هذا الاجتماع. محمود متولي بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي. محمود متولي نجم كبير شفناه خرج مصاب، الله يرجع بسرعه جدا جدا جدا. احنا قلنا خلاص يعني كان اصيب، ان شاء الله ترجع بسرعه. متولي لعيب كبير، لعيب مهم زي كل لعيبه النادي الاهلي. فايلر اختتم المران بتصويبات. بتشوفوا فايلر يعني بيتكلم شويه عن التصويبات او بيأكد عليها في التدريبات، وبنشوفها في الماتشات بصراحه. بيبقى حل من الحلول القويه جدا لما يكون عندك تكتلات دفاعيه، تلاقي عندك ناس بتعرف تشوط، بتشوط ازاي، بتشوط فين، الشوطه ليها تدريبه معينه. هو ممكن يكون برضو بيتكلم في كل الكلام ده، علشان كده هو بيهتم بالتصويبات. طيب قبل ما ناخد او قبل ما نبعد عن جو التدريب، معايا زميل عزيز المتالق دائما شريف شعبان. مساء الفل. شكرا على الكابتن، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك فوز الاهلي على الانتاج الحربي باربع اهداف مقابل لا شيء، فوز الخامس يعني فايلر، يا رب باذن الله، يا رب باذن الله يكون الفوز الثابت على فريق اسوان، ونشوف دعوات ودعوات كل الاهلاويه باذن الله. الاهلي واصل انتصاراته وواصل تالقه مع المدرسة السويسرية. يا رب يا شريف يا رب. يلا طمنا بقى على اللي حصل في المران النهارده كالعاده، اتكلمنا على كل كبيره وصغيره، اتكلمنا على اللاعبين المصابين، طمني على الفريق بشكل عام قبل سفره لاسوان في المباراه المهمه جدا يوم السبت ان شاء الله. كان هناك كابتن ميدو من الاهلي الساعه 10 والنصف صباحا كان على موعد جديد مع التمرين.
طبعا استفدنا من مباراه اسوان، يمكن الايام في الحشد ريح، اللعيبه بتروح الساعه 12 واحدة بالليل، الصبح بيكون في تمرين في العاشره ونصف صباحا، يمكن مستر رايلر وباص الجهاز في الحريص يبقى في محاضره مع اللاعبين حوالي خمس دقائق يتكلم فيها عن سعادته واداء لاعب النادي الاهلي، يتكلم فيها عن لاعب النادي الاهلي نتيجه تعليماته بالحرف، فكان ده هو ده الاداء، هو كان ده النتيجه، فاشاد بلاعب النادي الاهلي وقال لهم لو نفذت التعليمات بحذافيرها هيكون الفوز في الفترات المقبله، هيكون التالق في الفترات المقبله، فلازم تحافظوا على ادائكم ولازم تحافظوا على تنفيذ التعليمات، لازم باستمرار تحافظوا على تقديم كوره طريق باسم النادي الاهلي الكبير. بعد هذه المحاضره استمرت حوالي خمس دقائق، كان في جري حوالين الملعب وكان في اطالات حوالي نصف ساعه، وبعد كده هو كان في تقسيمه للاعبين اللي ما كانتش موجوده في مباراه الامس، والبدلاء اللي نزلوا في مباراه الامس كانوا موجودين في هذه التمرينه، يمكن باقي اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الانتاج الحربي الاساسيين فقط تغيير، يمكن بعد الاطالات دخلوا على طول على المستشفى علشان السلك وعشان الاستشفاء، يشارك في التقسيمه النهارده في التمرينه كلها، يمكن عمار حمدي اللي رجع من اصابته، محمد محمود النجم اللي راجع من اصابه الرباط الصليبي، نجم الدفاع وشهر الدفاع سعد سمير شاركوا في التمرين بكل قوه بكل حماس، لفت الانظار في التمرين النهارده احمد الشيخ اللي تالق فيها بشده، احمد الشيخ النهارده عبر عن نجوميته في تقسيمه اليوم، ايضا احمد فتحي اللي بيخاطب في مركز الباقين يمكن النهارده عمل تقسيم ولا اروع ولا اجمل. بعد هذه التقسيمه خلينا اقول لك ان كان في جلسه بين مستر فايلر ورمضان صبحي استمرت حوالي 10 دقائق، ومن بعد هذه الجلسه يمكن رمضان ايضا انطرد في الكابتن سامي قمصان حوالي 3-4 دقائق يتكلموا فيها عن مباراه الامس، يمكن يبدو انهم بيتكلموا فيها عن يعني انهيار الفرص، يمكن عاوزين رمضان يخلص الهجمات احسن من كده بكتير قوي، يترجم كل الهجمات الى اهداف، رمضان مسك الخشب ماشي كويس جدا، حبيب الشحات ماشي كويس جدا، افشى حدث ولا حرج، يمكن عجايب ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلهم بينفذوا التعليمات، ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي ماشيين بخطى ثابته. خليني اقول لك ان الشناوي النهارده يمكن ما شاركش وكان موجود في طبعا المستشفى، يمكن شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شهير عملوا تمرينه قويه جدا مع مدرب الحراس، هيكون تمرين الناس اللي ما سافرتش مع النادي الاهلي هتكون يوم الجمعه الساعه 10 الصبح، وهيكون يوم السبت الساعه 10 الصبح زي صالح جمعه، حسين السيد، سعد سمير، محمد محمود، علي لطفي، العربي بدر، عماري وغيرهم. خليني اقول لك ان لسه فايلر اختار 23 لاعب للسفر الساعه 5 الفجر اليوم، طائره الساعه 5 الفجر، يمكن الشناوي، اكرامي، شهير في حراسه المرمى، في الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، محمود وحيد، محمد هاني، علي معلول، في وسط الملعب ادي ديانج، حمدي فتحي، السولية، عاشور، افشا، احمد الشيخ، شيلاردو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وفي الهجوم وليد ازارو، اجايي، وصلاح، محسن. برنامج النادي الاهلي باذن الله هيكون زي ما قلت لك، الاهلي هيركب الطياره باذن الله يوصل بالسلامه الساعه 5 الفجر، هيكون عنده تمرين الساعه 6 عصرا بنفس موعد المباراه يوم السبت، وهيكون طبعا المباراه يوم السبت الساعه 3، وباذن الله هيرجع يوم السبت طياره الساعه 12 ليلا او 12 طبعا هيكون صباحا. اخيرا نحن نقول النهارده خبر فيه خبر كويس، بدا النهارده يجري حوالين الملعب، يمكن في حوالي اسبوع 12 13 14 باذن الله باذن الله ويكون في التمرين. دي كانت كل اخبارنا وكوادرنا التمرين اليوم، طبعا استعدادا لمباراه اسوان يوم السبت الساعه 3، اللي نتمنى باذن الله يكون التوفيق والفوز من حديث النادي الاهلي. كابتن يوسف اتفضل. انا بشكرك شكرا جزيلا والله شريف كالعاده، يعني مش مخليني اسال سؤال، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، تغطيه متميزه جدا كالعاده من كل زمايلنا في الملاعب، حاجه بصراحه جميله جدا، كمان بيتكلم بشرح وافي بيفهم حضراتكم كل اللي حصل في التمرين، شفنا قدامنا، انا بشكر شريف شعبان طبعا شكر كبير جدا، شفنا قدامنا كان تدريب استشفائي اللي هو حضراتكم شفتوه، الكره بالايد ده ومرميين بيحطوا بدماغهم، تدريب بيبقى استشفائي وفي جري شويه بيبقى فيه يعني تهريك شويه كده عشان تطلع اللعيبه من حاله الاجهاد اللي بيعانوا منها في المباريات المتلاحقه. ده كان كل اللي حصل في المران، واتكلم كمان على التدريب الصباحي للمستبعدين من مباراه، التدريب يوم الجمعه الساعه 10 صباحا ويوم السبت 10 صباحا. اتكلم عن ان شاء الله بعثتنا اللي متجهه لاسوان تطلع الخمسة الفجر، التمرين هيكون 3 عصرا وقت المباراه اللي هتقام يوم السبت باذن الله، كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. دايما المباريات الفرق اللي لسه طالعه بتبقى صعبه جدا، كمان فريق بحجم اسوان فريق كبير فريق عريق يعني، فلازم تقلق شويه من كل المباريات.
خلصنا اخبار المران واخبار فريقنا والسفر لمباراه اسوان، هنتكلم طبعا فيها تاني مع احمد عويس لما يدخل بعد الاخبار، لكن نكمل الاخبار. مجلس اداره الاهلي بيفتتح بوابات النادي بفرع مدينه نصر. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير اسطوره النادي محمود الخطيب بيفتتح عصر الجمعه ان شاء الله بوابات النادي العملاق بفرع مدينه نصر بعد الانتهاء من اعمال انشائها والتي تبرز شخصيه النادي الاهلي، وسوف يتم تعميمها كنموذج قدام حضراتكم في الصوره. حاجه تفرح، حاجه تفرحنا كاهلاويه، واللي يزعل يزعل بقى. فعلا طفره انشائيه فعلا غير مسبوقه، زي ما انتم شايفين حجم البوابات وقدامهم شعار النادي الاهلي على مدار التاريخ النسر اللي بيحلق ان شاء الله يفضل محلق دايما في العالي. ان شاء الله يكون النموذج ده معمم على كافه بوابات النادي سواء في مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد او مستقبلا باذن الله في فرع التجمع الخامس. بيعكس التصميم شخصيه النادي الاهلي زي ما اتكلمنا مع حضراتكم من خلال التركيز على اللون الاحمر وكذلك النسر الذي يمثل شعار النادي. البوابات بتضم مداخل الكترونيه حيث يتم دخول الاعضاء من خلال كارنيه العضويه. لن يسمح للاعضاء ولن يسمح للاعضاء الموقوفين بالدخول، وسوف تمكن البوابات الجديده من اكتشافات او من اكتشاف الكرنيهات المزوره، وتتيح البوابات الجديده ميزه اخرى تتعلق بالعمليه الاحصائيه والتسويقيه، مهمه جدا بصراحه. تعرف مين اللي دخل، تعرف قد ايه، كم عضو دخل لك في السنه، كم عضو دخل لك في الشهر، تعرف تعمل او تشتغل من خلال الاحصائيات اللي بتكون متاحه قدام حضرتك، اكيد طبعا مهم جدا. البوابات زي ما قلت لحضراتكم هي الاحدث في مصر من نوعها، وسوف يتم تعميمها على كافه الفروع خلال الفتره المقبله. ما شاء الله طفره انشائيه بيشهدها النادي الاهلي واعتمدتها مجلس او اعتمدها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير الاسطوره المحترم الخلوق كابتن محمود الخطيب. يعني طبعا لو قعدنا نتكلم في الاعمال الانشائيه في الثلاث فروع هناخد وقت طويل جدا، لكن احنا بنخلص وما بنتكلمش، وان شاء الله تشوفوا النادي الاهلي كمان، النادي الاهلي حتى لو جدران كده بس تدخله تبقى انت فخور ان انت داخل النادي الاهلي. تخيل بقى لما تشوف طفره انشائيه ان شاء الله تكون غير مسبوقه، واكيد ان شاء الله تكون غير مسبوقه كالعاده كعاده النادي الاهلي. يعني دي الاسوار قدام حضراتكم، سيبكم يعني تستمتعوا، اكيد الناس بتروح وتشوف، واللي بعيد عن النادي الاهلي بيشوف الطفره بتاعت ناديه وبيته وموطنه الاهلي. ان شاء الله على خير، وان شاء الله نشوف كل الفروع عن النادي الاهلي في يعني قمه توهجها المبهر. تعالوا نبعد شويه عن اخبار النادي الاهلي، نروح لاخبار المنتخب. والكابتن حسام البدري بيوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا. وقع الكابتن حسام بدري لمونديال 2022، دي الفتره اللي هيتولى فيها الكابتن حسام بدري مسؤوليه المنتخب الوطني. معاه محمد بركات النجم الاهلاوي مديرا للمنتخب، معاه طارق مصطفى، احمد ايوب مدرب عام او مدربين عام، يعني الكابتن طارق مصطفى واحمد ايوب، وسيد معوض مدرب مساعد، ايمن طاهر كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، وانيس الشعلاني معد بدني. اكيد طبعا حضراتكم عارفين انيس. كل مدرب كده بيبقى مستريح او بيبقى شايف ان هو نجاحاته مع شخصيه معينه، او شايف مثلا ان انيس الشعلاني كان شغال كويس معاه في النادي الاهلي فاكيد خده معاه في منتخب مصر، ودي حاجه كويسه مش وحشه يعني. منتخب مصر ان شاء الله يبقى فيه معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل استعدادا للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله الكاميرون 2021. هيكون فيه مباراه وديه امام بوتسوانا يوم 14 من اكتوبر الحالي. منتخب مصر في المجموعه السابعه في التصفيات المؤهله لامم افريقيا مع كل من كينيا وتوجو وجزر القمر. دي لقطات من المؤتمر اللي كان عقد الاعلان حسام بدري مديرا فنيا لمنتخب مصر. كل التوفيق للكابتن حسام بدري، كل التوفيق لجهازه المعاون، كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله ان هو يوصل للمرحله اللي احنا عايزينها او الشكل اللي احنا عايزينه كمصريين. مش عايزين تمثيل مشرف، مش عايزين الكلمه دي يعني، كرهناها بصراحه، تمثيل مشرف مش عايزين. يا اما نروح ونمثل بجد ونبقى يعني جادرين ان احنا نمثل منتخب مصر ونوصل لادوار وناخد بطولات، يا اما بصراحه ما نروحش. لكن تمثيل مشرف دي كلنا زهقنا منها، اكيد حضراتكم زهقتوا منها برضو، نقعد نعمل افراح 90 سنه عشان نوصل كاس عالم ونطلع كالعاده بنتخانق.
بيراميدز نروح بقى للدوري بتاعنا. بيراميدز بيهزم طنطا وبيتساوى مع الاهلي على قمه الدوري. فوز مهم للبيراميدز بعد فوزه الاول على انبي واللي كان انتهى 4 اهداف، كانت نتيجه ثقيله جدا على انبي. كل التوفيق لنادي انبي، نادي كبير جدا ونادي عريق جدا مع مدرب كفء كابتن علي ماهر، ان شاء الله كل التوفيق ليهم في اللي جاي. ايضا بيراميدز فريق كبير وعامل لغايه دلوقتي يعني نتائج طيبه في اولى مباراتيه في الدوري الممتاز، يعني بينافس دايما على المركز، كان السنه اللي فاتت بينافس على المركز الثاني والثالث، ممكن السنه دي برضو تشوف بيراميدز في ال4 مراكز. كويس المنافسه، يعني المنافسه تبقى كويسه جدا خصوصا لما يكون انت يعني عايز حد ينافسك، ان شاء الله تبقى منافسه كلها للصالح العام وللمنتخب الوطني كمان. بيراميدز تقدم بهدفين لابراهيم حسن وعبد الله السعيد في الدقيقه 2 والدقيقه 29. عبد الرحمن الدح احرز لطنطا هدف من ضربه جزاء في الدقيقه 89. بيراميدز او طنطا اسف كان خد 3 نقاط من وادي دجله في مباراه يعني كان للمدير الفني دور كبير جدا ان هو اقتنص 3 نقاط في هذه المباراه. ديسابر بيقول ان هو مبسوط جدا بعد فوز فريقه على طنطا واقتناص 3 نقاط وان هو في الصداره. قال ان هو قدم مستوى طيب خلال الشوط الاول قدامكم المدير الفني لبيراميدز. لو سالتكم دلوقتي فاكرين، انتوا اكيد عارفين السؤال بتاعي، عارفين السؤال بتاعي كان قبل ما يروح كان نفسنا، لكن دلوقتي اعتقد الاجابه كلها لا بالثلاثه اكيد من غير ما اسال يعني من غير ما اعرف. نروح لاداره الاسماعيلي وعندهم علامات استفهام كتير جدا جدا على جهاد جريشه حكم مباراه الاسماعيلي والمصري. ده على حد قول رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي المهندس ابراهيم عثمان اللي اعرب عن رفضه القاطع. على حد قوله قال ما ارتكبه طاقم التحكيم بقياده جهاد جريشه من اخطاء تحكيميه فجه ظهرت جليا في المباراه الفريقه الاخيره في بطوله الدوري العام، يعني امر لا يستهان به. ده كان بيان رسمي طلعته إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان. قال كمان والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة وساهمت في خروج الفريق مهزوما بعدما تجاهل احتساب ضربتي جزاء لمصلحة النادي الإسماعيلي واحتساب 3 ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك. مش كلهم بصراحة مش مهندس يعني. ويشدد المجلس على أن صبره نفد من الأخطاء التحكيمية ولا يقبل بمثل ما حدث في هذه المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية. ده كلام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الكبير. قال في ضوء ذلك إذ يطالب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بإعادة النظر في مشاركة هؤلاء الحكام أو في مشاركة مثل هؤلاء الحكام، لأن ده بيان أنا بقراه بالكلمة، مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات وتطبيق. هو بيتكلم إن هو كمان عايز تطبيق تقنية الفار VAR لمواكبة الكرة العالمية. يعني بيان شديد جدا بيقول إن هو يعني ظلم وكان في أخطاء تحكيمية فجة، ده كلام مهندس إبراهيم عثمان، وساعدت في أنه يخسر المباراة وأن يفوز النادي المصري بعد احتساب 3 ضربات جزاء للمنافس. كمان مدرب الإسماعيلي الصربي بيقول خسرنا بسبب أمور ليس لها صلة بكرة القدم. قدام حضراتكم مدرج بيقول أن احنا خسرنا بسبب أمور ليس لها علاقة بكرة القدم. ماشي. قال إن هو حزين جدا أمام بسبب الخسارة أمام مصر البورسعيدي في ثاني جولات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز. قال رأيت بعض الأشياء هي بالتأكيد لها صلة لها بكرة القدم، لكن يجب علينا المضي قدما نحو المباراة المقبلة. كلام محترم. ووصل بدون أي شك وقعنا ببعض الأخطاء التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة أمام فريق مميز للغاية. ده كلامه على فريق المصري. قال سأشاهد تلك المباراة مجددا من أجل إصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة والتي تبقى عليها 48 ساعة. الكاف بيدعو الزمالك لحضور قرعة مجموعات دوري الأبطال. ده نص الخبر.
نروح لمنتخبنا الأولمبي اللي بيقوده النجم الكبير كابتن شوقي غريب، بيقول سنقدم كل ما لدينا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد أن الفريق سيقدم كل ما لديه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي ستقام في مصر خلال فترة من بين 7 حتى 22 من نوفمبر الجاري. قال كمان الكابتن شوقي في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الخميس، البطولة 5 مباريات فقط، مطلوب الجهد وتقديم أداء جيد من أجل الفوز بالبطولة وضمان التأهل للأولمبيات المقبلة والتي ستقام في طوكيو العام المقبل. قال نحن في حاجة لجميع اللاعبين، ولكن سيكون هناك تنسيق بيني وبين الكابتن حسام البدري مدرب المنتخب من أجل الاستقرار على قائمة أو القائمة التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا. عارفين طبعا أن في لعيبة كتير في المنتخب الأولمبي مع الكابتن حسام البدري. قال نبحث عن خوض مباراتين وديتين في يوم 7 و15، الكابتن حسام كان عايز مباراة أعتقد يوم 14 زي ما قريتها مع حضراتكم. ودية أمام بوتسوانا يوم 14 من أكتوبر الحالي، فالكابتن شوقي بيقول 7 و15، مش عارف دي متعارضة ولا إيه. أجندة الفيفا، لأن البطولة ستبدأ في نوفمبر المقبل، سيكون هناك معسكر لمدة يومين في آخر الشهر للتحدث مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة. قال إن يوم 30 أكتوبر إن شاء الله هيكون الإعلان عن القائمة النهائية لفرقة الكابتن شوقي غريب تحت 23 سنة، اللي هتكون فيها أو هيكون فيها 22 لاعب بالإضافة إلى حارس مرمى احتياطي، تجنبا لتكرار أزمة إصابة جنش مع المنتخب الأول. فاكرين طبعا إصابة جنش وكان فيه مشكلة. ماشي، القرعة أسفرت عن وقوع بصراحة الثمان منتخبات أقوية جدا، يعني المجموعة بتاعتنا فيها مصر وفيها غانا والكاميرون ومالي، مجموعة مميتة، غانا والكاميرون ومالي ومصر. المجموعة الثانية فيها مين بقى؟ فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، يعني أسهل شوية أسهل شوية. طبعا أول ثلاثة في البطولة هيتأهلوا للأولمبياد 2020 اللي هتقام ان شاء الله بطوكيو باذن الله. كل التوفيق للمنتخب الاولمبي، كل التوفيق لكابتن شوقي غريب. بقى زي ما قال يعني 5 مباريات بس بتفصلك ان انت تروح طوكيو في الدوري الاولمبي، اكيد طبعا بيبقى ليها صدى كبير جدا. عايزين نشوف ان شاء الله منتخب قوي مع كابتن شوقي غريب زعيم الفلاحين. كابتن شوقي غريب كان لاعب مميز جدا يا جماعه، اللي ما عرفش كابتن شوقي غريب كان لعيب مميز جدا جدا وكان لعيب هايل. الكاف مشيدا بحفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قال إن هي كانت ليلة رائعة. ده كان تويتة أعرب بها موقع الكاف عن سعادته بحفل قرعة أمم أفريقيا. ما شاء الله، يعني احنا ماشيين كويس قوي في الحتة دي، ويا رب دايما كده نشوف مصر بتنظم على احسن ما يكون، ويكون التنظيم اللي بعدنا يعني الناس تقول طب احنا هنعمل ايه بعد مصر، زي ما سمعنا قبل كده لما نظمنا بطوله امم افريقيا اللي كانت برضو فيها حاجه يعني ابهار للناس كلها. تعالوا نشوف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان، بيقول جاهزون لمباراه الاهلي ولدينا لاعبين خبره في فريق أسوان. ده كلام مجدي عبد العاطي اللي أكد على جاهزية الفريق الأسواني لملاقاة النادي الأهلي بأسوان في ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة في الدوري الممتاز، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة في الملعب، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب. لاعبو الفريق الأول بنادي أسوان بدأوا اليوم تدريبهم قبل الأخير تحت إشراف النجم الكبير كابتن مجدي عبد العاطي، وذلك استعدادا للقاء النادي الأهلي في الساعة 3 عصرا. فريق أسوان خسر مباراة وتعادل مباراة، ومباراته إن شاء الله يوم السبت 3 عصرا مع النادي الأهلي. ده طبعا تصريح يعني حقه مجدي عبد العاطي أو حق أي مدير فني إن هو يتكلم، إن هو عنده ثقة في فريقه مهما كان المنافس هيكون مين، حقه وحقه مليون في المية. كمان تعالوا نشوف بقى أخبار نجمنا الكبير نجم العالمي محمد صلاح اللي دايما مشرفنا بصراحة. عفوا. محمد صلاح بينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول، عايزين نشارك له يعني إن شاء الله إن احنا نصوت لمحمد صلاح كالعادة. احنا ينفع نصوت يا جماعة ولا إيه؟ تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أجمل أهداف النادي عن شهر سبتمبر الماضي.
نادي ليفربول كشف عبر موقعه الرسمي عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر سبتمبر الماضي. محمد صلاح تواجد بهدفه الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد الجائزة. كمان محمد صلاح ما شاء الله، يعني ما شاء الله، تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ما شاء الله يا محمد، يعني احنا عايزينك كمان أحسن وأحسن وأحسن. قلت لكم خلاص ان هو شارك في او متواجد في التشكيلة المثالية. معانا على الهوا مين؟ محمد صلاح ولا ايه؟ دي التشكيلة المثالية اللي اختارها الفيفا لكأس أوروبا. محمد صلاح بيزين أي مكان بصراحة هو فيه. أنا عارف والله إن هو خبر مهم جدا، عارف. مشجع توتنهام اسمه بين بيرد، نوتنجهام آسف، نوتنجهام اسمه بين بيرد، صح كده؟ نطق بين بيرد. الأسماء أنا ببقى حريص جدا إن أنا أنطقها، وساعات بعدي أسماء عشان الحرف ساعات بيفرق واحنا بنحاول نطلع الاسم بالظبط. بين بيرد ده مشجع نوتنجهام. بيقول صلاح ألهمني لاعتناق الإسلام. مشجع فريق نوتنجهام فورست والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عن تأثره بمحمد صلاح نجم ليفربول والذي غير فكرته عن الإسلام ودفعه لاعتناق الدين الإسلامي. قال في تصريحات لصحيفة الجارديان، بيرد اللي قال التصريحات يعني، قال محمد صلاح أول مسلم يمكن أن أتصل به، فقد تحولت من كرهي للإسلام لأن أكون مسلما، والسبب الرئيسي في ذلك هو محمد صلاح لاعب ليفربول. قال كمان لكي أكون صادقا لقد ألهمني صلاح حقا لدخول الإسلام، يمكن أن أكون نفسي، وكل ذلك يرجع الفضل فيه لأنني أعلنت إسلامي. ما زلت أنا، أنتوا عارفين ترجمة، أنا بحاول أوصل لكم الكلام بالضبط، ما زلت أنا ذلك الشخص وذلك ما أخذته من محمد صلاح، أود حقا أن أقابله فقط لأصافحه وأقول له شكرا. تابع مشجع نوتنجهام، لا أعتقد أن زملائي يعتقدون حقا أنني مسلما. هو بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن محمد صلاح وإزاي محمد صلاح ألهمه أو يعني خلاه يعتنق الإسلام بشخصية محمد صلاح. بين بيرد بيقول لا أعتقد أن زملائي يعتقدون حقا أنني مسلما. ليه؟ فلم أتغير كثيرا، لكني أعتقد أن قلبي أصبح أفضل، أحاول حقا أن أتغير، ففي العادة نذهب إلى الحانات ثم نقوم بالمراهنات على نتائج المباريات. ده كلام بيرد، وهذا يجعلك تخسر كثيرا من المال، من الصعب حقا التعود على مثل هذه التفاهات التي هي جزء من لعبة كرة القدم. يعني هو بيتكلم عن التفاهات اللي هو شايفها، وبيتكلم عن ثقافات اللي هو يعني اعتنقها. قال يعني كلامه كلام بصراحة يعني مميز جدا، بيتكلم عن ان المراهنات اصبحت بالنسبة له كده، لكن هي ثقافات، هي جزء من لعبة كرة القدم بالنسبة لعديد من الاشخاص، ولكن اعتقد ان الوضع اختلف بالنسبة لي من بعد اسلامي. اضاف كمان اشعر بالحرج لقول ذلك، ولكن كانت ارائي حول الدين والثقافة الاسلامية والمسلمون انهم كانوا متخلفين. ده كلامه. كان لدي كراهية بالفعل للمسلمين، وكنت دائما ما أصب غضبي على الآخرين. انت كلامك بصراحة يعني ماشي، كلامه هيخلينا نتأثر وعايزين ايه نكمل بقية الحلقة، بس هحاول اكلم يعني كلام مهم بصراحة بيتكلمه. وكنت دائما ما أصب غضبي على الآخرين، لذلك نال المسلمين النصيب الأكبر في ذلك. ورغم أن كان لدي هذه الأفكار الرهيبة عن الإسلام، إلا أنني لم أقولها أبدا لمسلم، ففي هذه المرحلة لم أكن أعرف أي مسلم، ولقد غيرت دراستي في دراسات الشرق الأوسط بجامعة ليدز، أو غيرت دراساته في جامعة ليدز كل شيء. قال كمان أخبرني معلمي ماذا عن أغنية محمد صلاح، كنت على دراية بها وأعتقد أنها كانت رائعة، ولكنني لم أكن أنظر إليها تلك النظرة. بعدما وصلت أخيرا إلى السؤال، محمد صلاح هدية من الله، إزاي لعيب يعني بشخصية محمد صلاح واحترامه وثقافته وقد ايه، وعارف ان هو بيمثل بلد بحجم مصر وبيمثل دين بحجم الدين الاسلامي، قد ايه اثرت فيه شخص كاره جدا زي ما هو بيقول للدين الاسلامي، وكان بيتكلم عليه
حاجة جميلة جدا. قد ايه بقى النقيض قال ان هو نفس الشخص لكن قلبه اتغير كتير جدا ومش قادر يعني يبطل موضوع المراهنات اللي هي ثقافة من لعبة كرة القدم بالنسبة للدوري الإنجليزي. قال كمان اللي هو كان غاضب جدا من جمهور تشيلسي الموسم الماضي عندما غنوا في المدرجات صلاح مفجر. تلك المرة الأولى قال على حد تعبيره تلك المرة الأولى التي أشعر فيها بالحزن لكوني مشجعا لكرة القدم، ولكنني أعرف تماما أن هذه الأشياء غير صحيحة على الإطلاق. الآن أقول للأطفال المسلمين لا تخافوا من الذهاب إلى المباريات كرة القدم، صلاح خير سفير للإسلام. شكرا شكرا جدا جدا جدا، وخبر فعلا كان مهم قوي قوي قوي. هو بيوجه كلامه لكل الأطفال اللي بيخافوا يروحوا علشان مفيش حد يتكلم عليهم زي ما عملوا مع صلاح. قال ما تخافوش من الذهاب إلى مباريات كرة القدم، فصلاح خير سفير للإسلام في الملاعب الأوروبية. صلاح في المرتبة الخامسة لأعلى اللاعبين قيمة في العالم، ما شاء الله صراحة. أنا مش هقول أرقام علشان يعني ما نطولش على ضيفنا. صحف إنجلترا بتصف صلاح بالحاسم والساحر والمنقذ. يعني ديلي ستار بتقول لحظات صلاح السحرية، وسبورت بتقول صلاح يسجل هدف الفوز في مهرجان أهداف بالإنفيلد، وذا جارديان بيقول ليفربول ينقذ نفسه، وديلي ميل بيقول صلاح يصنع، وميرور لن تركز وحدك أبدا، يونيفر ووك ألون، وهنا يونيفر دانس ألون. أوكي ماشي. محمد صلاح وماني وروبتسون يساعدون ليفربول على إنقاذه، وتايمز ليفربول يفقد التقدم بثلاثية نظيفة لكنه يفوز في النهاية، واكسبريس بتقول ليفربول يفوز لكن بدون رأس. دي كانت كل أخبارنا أو معظم أخبارنا اللي بنحاول نجيبها لكم ونغطيها لكم. غطينا كل التمرين، أهم حاجة أنتم بتحبوا تطمنوا عليها. كان كمان خبر الطفل اللي أعلن إسلامه، ده خبر مبهج جدا وما قدرتش أقوله كله بصراحة، يعني عشان أنت غصب عنك كده وأنت بتقول خبر بيهزك من جواك. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم أحمد عويس الناقد الصحفي الرياضي الكبير. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني الناقد الرياضي الكبير، يعني اللي انا بحبه جدا كمان وشديد شخصي الكابتن حلوه. بس انت بتتكلم في الكوره زي ما تكون لعبت كوره يعني، وكنت كمان كنت نجم. لا كنت نجم، كنت بجد. طب انا اقول التايتل الناقد الرياضي الكبير؟ لا مش كبير، لا الصحفي ومنور الدنيا وفي بيتك. ربنا يخليك، بعد كده اقول الكابتن. ربنا يخليك، احنا يعني انا سعيد ان انا موجود معاك، احنا اخوات واصدقاء واصحاب بره الهوا، واول مره موجود معاك، وفعلا سعيد ان انا موجود معاك. نور الدنيا، ربنا يخليك. محمد زاهر بقى، انت عارف محمد زاهر؟ طبعا. خلي بالك احمد عويس كابتن في الكوره. قلت له راجل، هو فاهم ان انا ما اعرفكش. قلت له راجل، قال لي بص يعني خش معاه في الكوره زي ما انت عايز. جاهز؟ لا جاهز. جاهز. طب قول لي بقى تقييمك للنادي الاهلي، نبدا اسئلتنا بيه لغايه دلوقتي. بص يا ميدو، انا جزء كبير من اعجابي برينيه فايلر انه اعاد هيبه النادي الاهلي. جميل. ان انت الفرقه اللي بتنزل قدامك بتنزل بتلعب زون ديفنس من اول دقيقه. جميل. ده اللي طول الوقت انا طول الوقت كنت اقول نص مكسب الاهلي بطولاته وماتشاته حاله الرعب والخوف اللي بيسببها المنافسين، ايا كان المنافس. انت بتنزل المنافس مخضوض منك، فبخلص اول ربع ساعه 20 دقيقه بتخلص الماتش وبتلعب براحتك بعد كده. مع كل الاحترام لسارتي، الهيبه الاهلي ما كانتش موجوده. الفرق كانت بتتجرأ عليك. فايلر اعاد هيبه النادي الاهلي. الاهلي امبارح كسبان 1 و2 و3 و4 وممكن يكسب 5 و6 و7 و8. ماتش الزمالك كسبان 3 ومضيع في الشوط الاول اكتر من 10 فرص، ولولا الخطا المتكرر من محمد الشناوي كان الماتش خلص برده 3 و4 و5، لانه الاهلي كان مسيطر تماما. هو ضربه الجزاء مع اصابه السردباكين عملت هزه. انت اي فرقه في العالم لو سردباك منها طلع هتعمل لها هزه. صح. انت في اول ماتش ليك على ارضك مع مدير فني جديد بتخسر السردباكين في الدقيقه 60،
فانت بتكمل 30 دقيقه من غير سردباكين. احنا بعد كده نربط الشناوي باستك يطلع. بص يطلع في حتت معينه، حد يشيل بس اللي بيدوس على زر الدبليو عن الشناوي. بس الحقيقه محمد الشناوي عامل انقاذ امبارح، اللي هو الانقاذ اللي هو الحاجات اللي نقعد نفتكرها كتير، انقاذ اللي هو بايد واحده ومن الثبات فطبعا وهو الكلين شيت لحد دلوقتي في دوري الابطال، الكلين شيت في الدوري. هو لم يدخل مرمى الشناوي حتى الان في كل مباراه الاهلي في الموسم الجديد الا هدفي ضربتي الجزاء بتوع الزمالك والحقيقه انه يا رب تكمل على كده. كمل. ففايلر اعاد هيبه النادي الاهلي. فايلر في جمل، انت تحركات اعاده رمضان صبحي لرمضان صبحي اللي احنا عارفينه ده في حد ذاته لو قعدنا نتكلم ممكن نتكلم عليه كتير. ده اتطور كمان عن انجلترا رمضان صبحي. رمضان صبحي في نص موسم مع لسارتي جاب جولين، في ماتشين مع في الدوري مع فايلر جاب جولين. ده غير بقى كميه الفرص، تحرك رمضان في العمق، حسين الشحات بتاع العين، حسين الشحات بتاع العين الاماراتي اللي انا شفته في كاس العالم الانديه، تحركات لسارتي كان بيعمل ايه؟ يعني لسارتي كان بيعمل ايه؟ لما الماتش يتزنق يجيب رمضان من اليمين الشمال ويودي حسين من الشمال اليمين. لا انت دلوقتي بتشوف حريه حركه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي. انا مش هفتكر الذكريات المؤلمه. هي تحركات رباعي الهجوم النادي الاهلي مع تحركات الباكين مع زياده عمرو السوليه ثبات حمدي فتحي، الحقيقه تركيبات حلوه، جمل، في جمل بتتعمل في الفاولات، في جمل بتتعمل في الكورنر. فالحقيقه لا الاهلي بيعود، هو الاهلي اللي احنا شايفينه. فكره الروتيشن اللي بتتعمل، انت بتشيل 4 5 لعيبه من الفرقه وبيدخل 4 5 تانيين وبتحس بفرق. هي نفس الجمل بالظبط. الحقيقه انه في اخطاء، ولكن احنا لسه بدايه موسم، مش عايزين نستعجل الحكم على الراجل، ولكن البدايات مبشره جدا. والحقيقه انا عايز اواجه حاجه هنا، لانه احنا انا من الناس اللي هاجمت اختيار فايلر. لسه اسالك، تخيل. طبعا والله العظيم كنت لسه اسالك طبعا. بس انا ما اعرفش ان انت لازم والله العظيم انت جميل. عارف والله وحياه ولادي كنت اقول لك ايه، كنت هقول لك انت كنت من المهاجمين ولا كنت من المؤيدين. وبعدين كنت اقول لك احنا لازم نشكر بقى الناس بقى، احنا هاجمنا بالظبط، لازم نشكر. ليه ما نطلعش نقول لهم يا جماعه لازم وانتوا فعلا لازم نشكر اللجنه الفنيه، كابتن قائد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصر، كابتن خالد بيبو. ونروح بقى للاثنين اللي قعدوا اسبوع يتفاوضوا مع الراجل، امير توفيق والمهندس خالد مرتجي. لازم نشكر السته دول. السته دول فعلا قدموا محترم اصلا كويس. ربنا يخليك والله بجد. قدموا هديه للنادي الاهلي في فايلر، ونتمنى انه يكمل على كده، لانه الحقيقه في حاجه بتتعمل مع الاهلي جديده بقى لنا كتير ما شفناهاش. يعني انا ما شفتش الحاجات دي من ايمن الجوزيه. مع كابتن حسام البدري الاهلي كان شكله حلو وكان بيكسب وحقق دوري وكاس وي وي، بس كان بقوه دفع الاهلي وقوه دفع جماهير الاهلي. مفيش الجمل، مفيش الاداء اللي احنا بنشوفه، مفيش تحركات، مفيش اللعيب اللي بينزل. انت وليد سليمان امبارح نازل في الدقيقه 80، نازل وكانه الماتش لسه بيبدا، وبيجيب جول وبيعمل كره من الثبات وحاجه يعني رائعه. فالحقيقه انه فكره ان انت تعمل دوافع عند ال 25 لاعب اللي موجودين معاك، سواء اللي في الملعب او اللي على الدكه، وان كل لعيب عنده دافع حتى لو هو في الاحتياطي، الحقيقه ده برده جزء من نجاح فايلر. طب الكوره بتقول ان انت ما شفتش كوره دي من ايام مانويل جوزيه. يعني ينفع نحكم نقول كده من اربع او خمس او ستة او سبعة ثمان ماتشات؟ طبعا ينفع تحكم. أيوة. اصل هي كوره. قول لي بقى ليه؟ لانه انت في جمل بتتعمل. جميل. انت في جمله بتتعمل في في حاجات لعيبه حافظاها. جميل. في لعيبه اتغيرت مستوى اتغير. هو رمضان صبحي يا جماعه، هو ده رمضان صبحي. انا عايز اكد على الكلام ده. هو رمضان هو ده اللي احنا شفناه في ست شهور مع النادي الاهلي، مش هو خالص. رمضان صبحي كان غير منتج. حسين احنا الناس كلها كانت لحد نهايه الدوري السنه اللي فاتت بتقول اشتريت روماي في حسين الشحات. حسين الشحات السنه دي هو اللعيب. لا مش الناس كلها، معلش يا عويس. هم الناس اللي هم. ما عادي، هم اساسا في الترومان اساسا. انا واحد من الناس. لا انا عارف امكانيات حسين. في ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله فاهمه. وفي ناس بتبقى شايفه. وفي واحد زي ما انت دلوقتي كده، ايه المشكله ان انا اقول لا فايلر وحش وبعد كده اقول لا انا اسف يا جماعه بصراحه لا انتوا. لكن في ناس بقى مصره ان هم يبقوا كده. لا انا حسين الشحات، انا كنت حضرت كاس عالم الانديه في الامارات، وبعد المباراه النهائيه سالت حسين لو قررت تلعب في مصر تلعب فين؟ قال لي العب في الاهلي. كان عنده عروض وقتها من بعض الانديه، وكان عنده عروض كبيره. قال لو مش هلعب الاهلي هكمل مع العين الاماراتي. لانه حسين من النوعيه اللي الاهلي يحبها، اللعيبه اللي هي اهلاويه، اللي هو عنده روح الاهلي، زي رمضان، زي فتحي، زي
حمدي فتحي، زي عمرو، لعيبه اللي هي عارفه يعني ايه اهلي. مشهد انا الحقيقه مشهد لعيبه وهي خارجه في ماتش الاهلي وصن داونز كان مشهد مش دي لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي لما بتبقى متعادله بيبقوا خارجين وشهم في الارض. انت بتتكلم على لعيبه الاهلي خسرانه 5، انا اسف طبعا مش حابب اتكلم عن الماتش كتير، بس لعيبه الاهلي خارجه وكان مفيش حاجه حصلت. فالفكره ان انت ترجع الدوافع وتعرف الناس يعني ايه النادي الاهلي، وانه المدرب جاي وعارف يعني ايه النادي الاهلي، ده في حد ذاته جميل قوي، حاجه كبيره. انت جبت دلوقتي مفارقه حلوه قوي، هم اللعيبه طبعا، هم اللعيبه. شفت بقى الفرق؟ طبعا دايما اقول يا اصل المدرب يا جماعه كل حاجه في الكوره، يقول اصل لا في كذا وفي لا، لا هم ما فيش حد دخل عليهم جديد بالزبط. احنا الصفقات الجديده كلها ما حدش فيهم دخل، هي الفرق. بس الفرق انه في مدرب واللعيبه عرفت يعني قيمه واسمنا الاهلي، فعارفين ان هم بيلعبوا فريق كبير. اداء النادي الاهلي في مباراه الزمالك حقيقه انا كنت مبهور بيه، لان انت مدرب يعني انا كنت مشفق جدا على فايلر، انه اول مباراه ليه مع النادي الاهلي بعد ما اتولى باسبوعين راح يلعب ماتش بره، حتى لو كان المنافس كان سبورت فريق ضعيف او بالزبط. فالحقيقه ماتش صعب الاهلي السنه اللي فاتت، اي ماتش في افريقيا صعب. الاهلي السنه اللي فاتت في دور ال 32 كان بيلعب فريق انا اعتقد من الصومال تقريبا، او يا حبيبي انا بقول لك اهو، اي لو عملنا تقسيمه في افريقيا صعبه. كنا كسبانين هنا 2-0، انا مش عايز افتكر اسم الفريق، وهناك خسرنا 1-0، ولحد الدقيقه 90 مضغوطين، والاهلي معرض انه يخرج من فريق تقريبا كان من الصومال حاجه، انا مش فاكر يعني، كان فريق ضعيف. فالاهلي بكل قوته يبقى في دور ال 32 مهدد انه يطلع، انما انت السنه دي بتكسب بره وبتكسب جوه، وفي الماتش الثاني عامل روتيشن مغير 7-8 لعيبه. لا الاهلي كان ماتش تقيل صحيح. كان ماتش تقيل لمدير فني لسه جديد طبعا، وعارف ان الناس بتحكم عليه، وعارف ان كان عليه انتقادات وعليه علامه استفهام، وكان فيلم كبير. وبعدين بترجع بتلاعب الزمالك في السوبر، ماتش ديربي، ماتش كلاسيكو، حاجه مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي. بتنزل بتعمل اول 45 دقيقه نموذجيه عالميه، نموذجيه، كسبان 2-0، مضيع 7-8 فرص. وبعدين الحقيقه انا كنت مستغرب جدا ان الناس بعد الماتش وخلص بيتكلموا عن الزمالك رجع والزمالك ادى والزمالك راح. الحقيقه انه الزمالك لم يهدد مرمى النادي الاهلي طوال 95 دقيقه، هي مده المباراه بالوقت الضايع، في الشوطين الا ضربتين جزاء، اللي الحقيقه واحده هديه من حمدي وفتحي وواحده هديه من محمد الشناوي. الحقيقه انه طبعا هيرجع يقول لي حد بيرد عليا يقول لي ايه، طب ما هو الهدف الثاني هديه من بس كان في ضغط، في فرص ضاعت، الزمالك ما راحش، مفيش فرص يعني، الاهلي راح بفرصه واثنين وثلاثه واربعه، انما الزمالك مفيش فرص، مفيش جمله، مفيش حاجه. فده نجاح لفايلر، واتمنى انه يكمل على كده. يا سيدي عادي عادي يا عويس، انا ممكن اقول لك انا جاي لي عرض من السي ان ان، انا اشتغل وبيكلموني كل يوم عشان اروح اشتغل هناك، اصل الكلام على فكره عادي، وان انا ممكن تبقى دي مثلا سياسه ان انا ارفع بيها روح. انا بتكلم في العموم يعني، ان انا ارفع بيها روح معنويه، الروح المعنويه بتاعت فريق معين، او ان انا اقول مثلا لا ده احنا دخلنا في المباراه، لا احنا عادي عادي جدا. زي بالظبط اللي هو هدفين في 25 دقيقه احسن من 3 اهداف في 65 دقيقه مثلا، او مش مره اشوفها في الكوره الحقيقه. أيوة يعني او مره اسمعها في الكوره يعني. ما تفتحنيش بقى في قصه، خلينا نعدي الحلقه على خير يا عويس. ايه اللي انت شايفه؟ انت قلت لي انا مش عايز اتكلم في السلبيات، لا انا لو انت شايف حاجه قول لي. في اخطاء في الدفاع يعني، في اخطاء في الدفاع، السرد باك الاهلي مش صراع، واي فرقه عندها مهاجمين صراع هتعمل مشاكل دفاع الاهلي، فده لازم يبقى في الحسبان في الفتره اللي جايه. لازم انت قصدك بعد الاصابات، اصل انت عندك ياسر، بعد الاصابات طبعا، بعد الاصابات عندك ياسر ومتولي ما شاء الله ايمن، وانا انا وجهه نظري ايمن، ايمن بيشغل دماغه، وعندك سعد سمير راجع. انا وجهه نظري وايمن من اللعيبه المجتهده جدا جدا واللعيبه القويه جدا في النادي الاهلي، ولكن هو مركزه الحقيقي هو ظهير الايسر. امبارح ايمن في الدقيقه 48 اتزحلق غلطه كانت ممكن تودي الماتش لازمه لولا الانقاذ الاعجازي لمحمد الشناوي. الاهلي ما بتروحش عليه كوره كتير، ما حدش بيهاجمه كتير، فلما بيبقى بتروح عليك هجمتين ثلاثه انت المفروض ما يروحوش اصلا. فلما تروح عليك هجمتين يروحوا خطر، فده الحقيقه دي سلبيات. انت امبارح لو بصيت في الماتش كله هتلاقي الانتاج راح بالكورتين، الكوره اللي كان فيها احنا قلنا تسلل ولا مش تسلل بتاعت علي معلول، اللي علي ما اتخرج من بره واتحسب ان هو واتعمل ان هو جوه، والكوره دي غير كده مفيش. فلما انت كوره واحده بتروح على دفاع النادي الاهلي بيحصل خطا زي ده، فالحقيقه ده سلبيات. ما ينفعش
لانه ايوه هي الكره دي. بس انا اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه بقى احقاقا للحق، دي مش بتاعه اشرف خالص. لا الوقعه، لا الوقعه دي حتى لو جت جول ده مش ما يتسالش عنه اشرف، لازم يتسال عليها الباك العكسي، التغطيه بتاعه الباك العكسي طبعا، لان اشرف تمركزه صح ان هو متمركز في عمق الجول بتاعه، متمركز في عمق الجول بتاعه، والمفروض ان هو واخد كان فيه فيرود قدامه. ما انت احنا بتوع كوره برده عايز تقول لي يعني بقى لازم بقى خطا علي معلول كده يعني ايا كان بقى الباك العكسي هو ايا كان اللي جاي مع المهاجم، يعني افرض علي مثلا في هجمه لازم يجي حد من الديفندرات او رمضان او حسين. اقصد انه التركيبه الدفاعيه ده غلط بالظبط، ده ما ينفعش يحصل. ماشي تمام انت عارف ده ما ينفعش يحصل، لان انت الاهلي من الاهلي في على الاقل في مباريات الدوري، يعني عدى ماتشات افريقيا، ماتشات افريقيا هيبقى في ضغط، وفي لما تلعب بره ارضك في دوري المجموعات هيبقى هتلعب مع فرق كبيره، لانه 16 فريق او 15 فريق اللي وصلوا باستثناء المباراه اللي لسه ما اتحسمتش لحد دلوقتي، ال 15 فريق اللي وصلوا كلهم فرق كبيره، وهيبقى في صعوبه جدا في مباراه المجموعات، فلازم الاهلي ياخد باله من ده. هو انا كان عندي خبر، انا قلت بس العنوان بتاعه يعني ما خدتش في التفاصيل فيه، ومش عايزين نخوض، بس قول لي يعني ايه الخبر بس؟ الكاف بيدعو الزمالك لحضور قرعه مجموعات دوري الابطال. اما هو الكاف دعا الزمالك لحضور قرعه دوري الابطال والكونفدراليه، ودعا جنراسيون فوت لحضور، لانه كده كده فريق من الفريقين هيبقى يعني في القرعه دي، يعني هو الفريق الثاني برضه. ما هو كده كده القرعه للاثنين، فكده كده الفريقين عندهم قرعه، يعني كده كده الزمالك عنده قرعه سواء في سواء بقى في البطوله دي او تحاول البطوله دي، وجنراسيون فوت عنده قرعه سواء في البطوله دي او البطوله دي، فدعوه الزمالك والفريق السنغالي للقرعه مش مؤشر لحاجه، مش مؤشر لحاجه خالص. تمام يعني مش مؤشر القرار، يعني القرار لسه يوم 8 في اجتماع لجنه الانديه، ولسه حتى الان لم يحسم مصير المباراة، وكل الكلام اللي بيتقال عن ماتش اتحسم لده او لده هي كلها اجتهادات مش مظبوطة ومش حقيقية. الموضوع كله في ايد مجموعة ال 12 اللي مجاية من الفيفا بتدير الاتحاد الافريقي بقيادة السنغالية فاطمة سامورة سكرتيرة عام الاتحاد الافريقي. الموضوع كله في ايديهم، وهم اللي هيديروا الازمة وهيعلنوا وهيبلغوا لجنة الاندية قرارهم، وهي اللي هتقول ده يوم 8، واتمنى انه يكون في مصلحه فريق مصر ان شاء الله. تمام ماشي تضيف يعني لازم اكرمك. طيب واحنا بنتمنى على فكره، يعني احنا في يعني سيبكم الكلام، احنا بنتمنى طبعا الجماهير الزمالكاويه تفرح ويبقوا موجودين في البطوله الافريقيه بصرف النظر عن اي حاجه ثانيه، لكن بتكلم في العموم الفريق الافريقي تحس انه واثق جدا ان هو بيعمل الصح، انا مش هروح برج العرب، انا عندي هنا عشان في لائحه. يعني واثق جدا، ما هو في لائحه، الناس خرجت واتفسحت واتبسطت. بص يا ميدو، هو فرقه غريبه برضو، اللائحه بتقول انه تغيير مكان المباراه في ثلاث حالات. الحاله الاولى قبل اقامه المباراه ب 10 ايام، ب 10 ايام تمام، ده من حق الفريق الزمالك يبعت او الاهلي يبعت او سيم من الانديه يبعت للكاف يقول له انا عايز اغير مكان وميعاد المباراه قبل ميعادها ب 10 ايام وعم العبها في المريخ. ده قرار الكاف، كاف موظفين الكاف يوافقوا ويبعتوا للنادي ويبلغوا الفريق الثاني تمام، دون الرجوع لاحد. خلاص ده اول حاجه في اللائحه. ثاني حاجه في اللائحه انه عايز اغير فاروح اخد موافقه الفريق الثاني على تغيير الميعاد او المكان وابعتها للكاف اقول له انا والله اتفقت انا والفريق الثاني هنروح نلعب الماتش خماسي في مركز شباب الجزيره تمام، فالكاف ملوش دعوه هيوافق طالما الفرقتين ابوها راضي وانت وانا راضي ومالك انت بقى ومالنا كاف تمام. خلاص وافقوا واتفقوا خلاص. دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه بقى اللي هي ازمه الزمالك، انه بتبقى في ظروف قهريه لنقل المباراه، وده بيتبعت للكاف، فالكاف لجنه المسابقات هي بتاخد القرار. الازمه هنا ان اللي خد القرار انطونيو بافور اللي هو مساعد السكرتير العام وهو اللي بعت الجواب للزمالك. هل الزمالك عنده ازمه؟ لا، لانه الجواب جاي له من الكاف، فالزمالك كان عايز مضطر انه يوافق على الجواب انه هيسافر. هل فريق السنغال عنده ازمه؟ لا، لانه ملتزم باللائحه، لانه لازم يوافق على نقل المباراه، او لازم يجي له قرار ملزم من لجنه المسابقات مش من موظف، فعشان كده الموضوع شائك، عشان كده راح للجنه وراح للناس في الفيفا هم اللي هيحكموا في الموضوع. والحال الموضوع شائك ومش عايز اتكلم فيه عشان تمام. الموضوع بقى حساس جدا خلاص، وكل الناس واخدها على اعصابها ولسه مفيش اي حاجه حصلت. بلاش نتكلم تعالى نرجع لان فالر مدرب مختلف من وجهه نظري. الناس قالت هو ازاي ديانج كان كويس جدا يطلعه بره الطمن، ازاي مش عارف مين، والاخر الراجل بيطلع صح في كل افكاره. هو انا شايف انه فايلر هيقعد كده
شويه يعني يقعد شويه كده بيعمل روتيشن وبيلعب ده شويه وده شويه لحد ما يستقر على القوام الاساسي للفريق وهيبدا يكمل بيه مباراه الدوري. هيبدا بيستقر ولا عويس هو يعني انا عندي مثلا عويس زي ميدو لا عندي لا. مثلا انا لا. محتاج عويس الماتش ده لا. على فكره ده فكر محترف جدا طبعا انا محتاج عويس الماتش ده ومحتاج ميدو الماتش اللي بعده بس في اوقات هيبقى ثبات تشكيل طبعا اكيد بس هو تغييراته بعيده عن ثبات تشكيل هو عنده قام اساسي يعني بالزبط. خلاص هو عنده قام اساسي بس انت برضو انت بتغير في التركيبه الهجوميه في الماتش الكانو سبورت غير التركيبه الهجوميه كلها في ماتش سموحه قعد حسين ولعب جيرالدو انما موجود رمضان وموجود قفشة ممكن يغير طلع ترس ونزل ترس انما في مباريات هتلاقي نفس التشكيل الاساسي هو اللي بادئ بالزبط. يعني التشكيله التركيبه الهجوميه امبارح هي نفس التركيبه الهجوميه بتاعت ماتش الزمالك غير محمد هاني مكان فتحي والسردباكين هو غيرهم مجبر وبقيت الفرقه زي ما هي يعني حمدي فتحي والسوليه السته اللي قدام هم السته اللي بدأوا ماتش الزمالك الثلاثه في ثلاثه ورا اتغيروا لانه فتحي قعد ولعب اتنين مكان الاتنين اتصابوا انما لو الفرقه جاهزه هتلاقي ماتش الزمالك اللي جاي بيبدا بنفس التشكيل طبعا بالظبط زي ان هو فكره المهاجم الوهم اللي بيلعب بيها وفكره التحرر الموجوده لرمضان وحسين يعني عامله ربكه للفرقه اللي بيلعبها اكيد واوقات هي مش هيلعب مهاجم وهم يلعب مهاجم صريح زي ما لعب مروان بدا بيه ماتش سموحه هو عنده افكار بيعملها هو مش مهاجم وهمي قد ما هو دور بيعمله المهاجم دور بيعمله أجهي يعني ممكن أزارو يعمله عادي جدا ما اعتقدش لو طلق هو اسلوبه تعليمات حلوة انا بحب الاختلاف في الكورة يعني انت مثلا انا جاي عايزك تنزل تحت كتير وعايزك تطلع على الارتفاع وعايزك تفضي من وراك لرمضان ولحسين الشحات ده دور صح لا انا مش عايزك كده انا عايزك الماتش ده تكون في ال 18 وتسيب المساحات اللي على الاطراف ياخدها علي معلول وياخدها مش عارف مين ورمضان هيجي لك برده من الاطراف ادوار ممكن ازارو برده ازارو مع ان طريقه لعب ازارو معروفه لا انا عايزك تنزل شويه عشان تاخد المساحات بس هل الأدوار. الامكانيات الفنيه لازارو لا بس لا ان انا ابقى محطه وان انا استحوذ والكلام يعني ده كله يعني انت اتفرج على الجول الاول امبارح للنادي الاهلي وبص اللي عمله اجايه في الكوره اولا اجايه طلع باتنين لعيبه بره خالص وطلعهم بره اللعب وفتح مساحه لرمضان انه يتحرك في القلب تحرك نموذجي من رمضان واستلم قفشه فاضي خالص هو بالزبط. اللي مسلم قفشه فده ما يعرفش يعمله ازار ازار يعرف يعمل اللي عمله رمضان يعرف يتحرك ويطلع بره ويعمل السبرنت ويقطع القطعه اللي قطعها رمضان ويروح ويضيع كلامك صح مليون في الميه ويروح ويضيع او يروح ويجي انت بتتكلم صح وانا بكلمك في نقطه برضو ان انا ايه ان انا ادواري طبعا مطلوب مني ان انا انزل كتير وافضي المساحات ولا انا ابقى متواجد ما هو ده دور المدرب بيديه للاعب بالظبط بس لازم الدور يتناسب مع الامكانيات تمام ماشي يعني ماشي. لما انا انزل تحت وانا وليد ازارو غير لما انزل تحت وانا اجايه ولما انا العب في العمق وانا ازارو غير لما يعني لو انا بلعب على كور طويله واختراقات من العمق معايا انت بتعرف ان الفرد السريع ها بيبقى الاجمل ليه ان هو دايما يفضي مساحات في ظهره طبعا عشان يجري ما هو يعني اعتقد انه لا بس انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هو الميزه ان انا هقف على الكوره ولا هعمل باص وارجع بالظبط ولا هعمل باص والف دي مطلوبه ودي مطلوبه دي مطلوبه من ادوار اجايه ودي مطلوبه من ادوار مثلا ازهر وهو بقى مروان وهو اعتقد ان هو لو كان صلاح محسن صح لو بيلعب بره يعني لو بيلعب ماتش في افريقيا بره اعتقد انه هيبقى موجود طول الوقت وليد ازارو وصلاح ومروان مهاجم بيقطع عشان ممكن يعتمد على الكرات الطويله لانك بره مش هتبقى متاح قوي ان انت تلعب كره على الارض زي الاهلي بيلعبها بين الاربعه حسين ورمضان واجايه وقفشه ممكن تعمل ده في تونس تعمل ده في الجزائر هتبقى عندك الارض والملاعب تساعدك عن تعمل ده تمام. انه لو بتلعب في جروه مثلا مش هتعمل ده بالظبط انت محتاج مهاجم سريع تلعب له طويل او طبعا الحقيقه ان كل ده اجتهادات مننا حوالين اللي هيعمله فايلر ولكن فايلر حتى الان مقنع جدا لجماهير الاهلي مقنع جدا لي انا شخصيا واتمنى انه يكمل على كده ممكن بدليل اللي احنا كلنا بنقول يا جماعه احنا 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 فعلا كنا غلطانين وان هو الحكم مش للسيفيهات بس طبعا انت مع الحكم بالسيفيهات بجد اصل انت تجيب سي في كويس ويفشل يبقى انت عملت اللي عليك انما تخاطر طبعا فكره انه اصل مانويل جوزيه لما جالنا ما كانش معاه سي في ده الحقيقه ده مش حقيقي لا 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 خالص بس مانويل جوزيه لما جالنا كان سي في جبار يعني كان سي في جبار برضو يعني لا انا والله ما قلت كده لا مش انت يعني انا قلت بعد ما مشي مانويل جوزيه من الاهلي
كان معاه سي في اقوى طبعا، يعني يقهر كل الجبابره طبعا. ومع ذلك هي كيمياء. هي كيمياء يعني. انا يعني مثلا انا شايف ان جريدو كان مدرب كويس قوي، تمام، يعني جريدو كان مدرب كويس قوي، ولكن كميته ما مشيتش مع الاهلي. الاهلي جاب مارتينيول، يعني مارتينيول سي في قوي جدا على الاعظم يعني. بالزبط. كان جاي عندنا يصيف بالظبط. فهي هي انت بتجيب، انت بتعمل عليك وتجيب سي في. لسارتي على فكره كان سي في قوي جدا. انت بتجيب اجيري مدرب المنتخب سي في قوي جدا، 4 كاس عالم وي وي وي، حقيقه فطشه كبيره. بس يعني بس بس عاوز ساعات انا اعمل اللي عليا دي مش مرضيه قوي. يعني انا اعمل عليا وهعمل اللي عليا واعمل لك الشغل انت عايزه، لكن انا مش عامله وعارف ان هو ينجح. فكره ان انت تجيب مدرب عنده طموح وصغير في السن وعنده كوره وحق، اسها في كل المجالات. شاب عنده طموح في عندك مثلا في الصحافه يعني. مثلا لو شاب شايف ان انت ليه مستقبل كبير قوي بس ما عندوش سي في، غير ان انا واحد جاي لك بسي في وحط رجل على رجل، مين اللي هيديك اكتر؟ صحيح. عشان يعني هي كيمياء زي ما انت قلت. تجربه فايلر هي تجربه مهمه جدا. حلوه كلمه كيمياء اللي انت قلتها دي. لا طبعا تجربه فايلر هي مهمه جدا لمستقبل مدربين في مصر على فكره. صح. ان انت بتجيب مدرب صح. صغير صح. بتخاطر مع فريق الاهلي، مش ما ينفعش تخاطر معاه، ده الاهلي. يا الاهلي لما بيتعادل ماتش جمهوره ما بينامش. فانت بتتكلم على فريق واخد على البطولات. تخيل الراجل ده بقى جاي وهو عارف ان هو في مخاطره. طبعا طبعا. واضح ان المهندس خالد مرتجي قال له ده، يعني نادي الاهلي. وواضح ان امير توفيق فهموه يعني ايه نادي الاهلي. وواضح انه الراجل حتى لما جه، ما هو بقى عايش في مجتمع، عارف يعني ايه نادي الاهلي. يعني عارف امبارح وقرا وشاف. امبارح قال انه انا بدير فريق جماهيره تزيد عن 60 مليون شخص، فلازم الطموح والنتائج تبقى على قد عدد الجماهير ده وشعبيه الفريق. فالحقيقه هو حتى الان مرضي، وحتى الان بيقدم لنا كوره حلوه. يعني انا ما كانش عندي مشكله مع لاسارتي في النتائج لانه خد دوري. انا عندي مشكله مع لاسارتي في الكوره، مش الاهلي. بالزبط. مش الاهلي يعني، ده مش الاهلي. الاهلي مش مقنع. كمان الكوره كمان بالشكل الاوروبي طبعا. انا بدافع بمجاميع وبدافع بالفرقه كلها وبهاجم بمجاميع لعب في جمل. ده في كمان اتعمل حاجه كمان يا عويس، اللي هو اللي انا بعيد تحركي تاني زي جون جوري الاجاي. الجون اللي علي معلول وقف له، فجونور كان واقف فعدل تعديلته تاني، مع ان ايه صعبه جدا. خلي بالك الاهلي بيعمل فاول. اللعيبه الكبار قوي اللي تعملها. الاهلي بيعمل فاول امبارح بجمله في الدقيقه 93. مجدي قفشه بيحط الكره لازارو، وازارو بيسندها بكعبه لحمدي فتحي. حمدي فتحي لو مش بتقدم خطوه كان بقى الجول الخامس. بالظبط. انت بتتكلم على فرقه بتنفذ تعليمات لحد دقيقه 95. جميل. وبتتكلم على فرقه لحد الدقيقه 80 تقريبا كان ماتش 2-0. فالاهلي لا، اهلي مختلف، عنده اداء مختلف، بيهاجم بيروح بيجي. الموضوع بقى في حته ثانيه يعني. هو اقنع طبعا في وقت قليل. اقنع الناس. فكره الاقناع ورضاء الجماهير عن فايلر جزء من نجاحه هو في تقديم نفسه في صوره كويسه للناس. هو قدم نفسه، هو ما كانش عنده سي في، فعمل السي في الماتشات اللي لعبها. يعني هو ما كان جاي لنا واحنا قلقانين من السي في بتاعه، مين فايلر وازاي يجيبوا فايلر وي وي وي. وفي الاخر بس هو الحقيقه هنا بقى جمهور الاهلي في حته تانية. ليه؟ بمجرد ما تم الاعلان عن ريني فايلر مديرا فنيا للنادي الاهلي، خلاص كله بقى مساند. كله بقى مساند خلاص. اختفت نبره الهجوم، اختفت نبره ان ايه ده، مين ده وجايبينه ليه، وظهر انه ده احسن مدرب في العالم، احنا في ظهرك. ومع توالي المباريات بدات الجماهير كمان تقتنع، فالموضوع بقى بالنسبه لها اجمل والطف. ونتمنى انه ده يكمل لاخر. الاهلي عنده ماتش صعب مع اسوان قبل التوقف الدولي يوم بعد بكره السبت، يوم السبت الساعه 3. وده هيبقى قفله كويسه لاول سيكشن لفايلر مع الاهلي. ما هو فايلر باكج. اول باكج كده عدى الباكج الاولاني حلو. هيبقى عنده اسبوعين توقف هيعمل فيهم. يعني الاهلي عنده بعد بكره مباراه اسوان يوم 5، عنده 14 يوم توقف، وعنده قمه، يعني عنده قمه الزمالك يوم 15 يوم 19 على طول. فهيرجع من التوقف الدولي على القمه، فهو عنده اسبوعين يبدا يجهز فيهم ورقه تاني، يبدا يستكشف الفريق، لانه دخل زي ما بيقولوا من الدار للنار وعدى المرحله الاولى. ان شاء الله يحقق الفوز يوم السبت. نتمنى التوفيق للفريقين طبعا. ولكن احنا هنا في قناه الاهلي. قلت لمجدي عبد اللطيف كده، انت عارف مجدي صاحبي. طبعا مجدي طبعا حبيبي، بس مش الماتش ده. نتمنى انه الماتش الاهلي يحقق الفوز، ويبقى عدى الباكج الاولانيه، كسب الماتشين بتوع افريقيا، كسب السوبر، كسب الثلاث ماتشات بتوع الدوري،
وعدى اول مرحله ووصل للي احنا عايزينه. يعني تعديله رمضان وازاي انت تخلي رمضان بعد الوقت ده كله وطلع احترف في انجلترا نفس ستايله، كان نفس ستايل رمضان. ولما جه رمضان برضو نفس ستايل رمضان اللي هو اللعب على الخطوط اللي هو بيستخدم جسم كتير جدا، تعديلته في الوقت ده برضو يعني الاقناع برضو ازاي؟ انا عايز اقول لك على حاجه لطيفه جدا. قول لي. رينيه فايلر جه استلم النادي الاهلي كان فتره توقف. كان رمضان ومجموعه المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاولمبي، وكان مجموعه احنا المنتخب المصري ما اتجمعش في الفتره دي. كان علي معلول مع منتخب تونس، وليد ازارو مع منتخب المغرب، اجاي بره، جيرالدو بره، وشاف اللعيبه دي في المطار. يعني هو قابل لعيبه المنتخبات في المطار، وفي لعيبه ما شافهاش غير في غينيا الاستوائيه. بالظبط. يعني في لعيبه راح يطلع على غينيا الاستوائيه. فكره ان المدرب يكتشف اللعيبه دي ويوظفها صح من غير ما يشوفها، ده في حد ذاته نجاح. يبدا بمعلول ويبدا برمضان، هو ما شافهمش، ويبدا يوظفهم، ولما يرجع ماتش الزمالك تلاقيه يعني لعيبه اتدربت. هو لعب سبت مع كانو سبورت ولعب جمعه مع الزمالك، فانت هو رجع الثلاث اربع خميس، هو عارف اللعيبه دي، وظف رمضان، طور من اداء رمضان، وظف حسين، طور من اداء حسين. ده كمان بقى ايه المفاجاه، انه حسين ما بداش الماتش بتاع كانو سبورت هناك، اللي بدا احمد شيخ. اول مباراه لحسين شحات مع فايلر كانت هنا، كانت مباراة الزمالك. ففكرة المدرب يكتشف لعيبته وهو عن طريق الفيديو بس، عن طريق الشرايط اللي شافها، ويبدأ يطور ويغير في شكلهم في الملعب وهو شايفهم في مباراة فيديو بس، ده في حد ذات نجاح. أعتقد أنه بيقول المدرب عنده عين حلوة كمان. جميل قوي. مين اللعيبة اللي شفتها برضو أدائها تغير أو تمركزاتها؟ أحمد فتحي. احمد فتحي كميه العرضيات اللي بيعملها في الماتشات دلوقتي الحقيقه يعني رائعه. يعني احمد فتحي تطور مذهل في العرضيات، في التمركز، في الهجوم. طبعا فتحي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه. يعني احمد فتحي انا من وجهه نظري من اهم خمس لعيبه جم في تاريخ الكره المصريه. يعني احمد فتحي الموسم اللي فات كان في فتحي شويه مستواه، احنا السنه دي هو ده احمد فتحي اللي احنا نعرفه. يعني احمد فتحي اللعيب القلب التكتيكي. امبارح احمد فتحي نازل في الدقيقه 65 بعد ما، وبرده هنا برده نرجع تاني لحاجه مهمه جدا. ماتش بيراميدز في الكاس، لسارتي عمرو السوليه عنده انذار، ايمن اشرف عنده انذار، بيسيبهم فايمن اشرف بيطرد، وعمرو السوليه بيفضل لحد اخر الماتش مهدد بالطرد، بيطلع حمدي فتحي. امبارح فايلر اول محمد هاني خد انذار، الكره الثانيه عمل فاول، ما لا لازم بسرعه دقيقتين سحبوا. بالظبط. انا هنا المدرب اللي قاعد شايف هو بيعمل ايه، عارف مش مهم اخسر تغيير، بس ما العبش 10، لان هلعب 10 هخسر كل حاجه. صح. انما اخسر تغيير اللعيبه اللي في الملعب تسد. فهنا حاجات، بص يعني وانت طول ما انت ماشي في الماتشات يا ميدو اللي احنا لعبناها وان شاء الله اللي احنا نلعبها، هتلاقي تدخلات وحاجات بتحصل من المدرب بتقول ان هو مدرب كبير. جميل. وده اللي احنا عايزينه. بالظبط. وده اللي احنا عايزينه. قبل ما تقول لي كنت بتكلم الناس ان المدرب لازم يكون فكره غير فكرنا خالص. بالظبط. عشان يقنعك. بالظبط. ويقنعك في وقت قياسي، خلي بالك. بالظبط. في وقت قياسي. يعني انت ليه بتطلع ديانج وديانج جامد جدا؟ طب انت ليه مش عارف ايه؟ وتلاقي الفرقه ما شاء الله ما تحسش اساسا ان حد ناقص منها. بالعكس. يرجع ديانج تلاقي الفرقه برضو الله في ايه؟ هو ديانج ده مستقبل الاهلي. يعني بتكلم مش بتكلم على ديانج بس، بتكلم على كل اللعيبه اللي هي فتحي. احنا بالظبط. احمد فتحي بيقعد بيلعب امبارح في الشوط الثاني، ولا مش انه بيخلق بعد مباراه الزمالك لما بيخلق مروان. بيخلق دوافع كبيره للعيبه انه حتى لو قاعد على الدكه مش زعلان ومش متضايق، وده صعب. والحاله اللي كان عنده الملكه دي هو مانويل جوزيه، انه كان عنده 25 و30 نجم، ما كانش في حد بيتذمر او حد بيتضايق او فنتمنى انه ده يكمل يا رب على خير. افريقيا وطموحات الجماهير الاهلاويه، وشايف الاهلي هيروح فين في افريقيا؟ اتمنى ان شاء الله ان شاء الله يعني نمسك الخشب اللقب. لو استمرينا على ان شاء الله اللقب، لانه الاهلي من 2013 لحد 6 سنين ما بياخدش دوري الابطال، ده كتير على جمهور الاهلي. جمهور الاهلي احنا من 2001 ل 2013 6 بطولات، يعني انت بالمعدل سنه وسنه، فانت تقعد 6 سنين ما تاخدش اللقب لا. وبعدين انت لعبت سنتين متتالي النهائي وخسرتهم، الاهلي مش متعود على كده. الاهلي لحد نهائي الوداد اللي لعبه في 2016 لا في 2017
لم يخسر اي نهائي لعبه في دوري الابطال الا قدام كوتوكو في غانا بهدف تسلل. انت جيت خسرت نهائيين ورا بعض قدام اهلي مش متعود عليه الحقيقه. بالظبط. فان شاء الله الطموح اللقب مع الوقت الفرقه شكلها هيبقى اجمل، واتمنى انه مجموعات نعديها ونتصدر عشان نواجه رساله للافريقي ان الاهلي رجع. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. الدوري تلعب منه مباراتين او ثلاثه، لكن حطيت بلان كده، حطيت شكل الدوري في دماغك، قلت شكل الفرق المنافسه برضه هتفضل بين الاهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي. يعني هو اعتقد ان الاهلي وزمالك هو بدري قوي، بس ممكن تكون اعتقد ان الاهلي وزمالك وبيراميدز ومصري وهيخش معاهم الاسماعيلي. الاتحاد شكله معقول، مش هيكمل ولا مش هينافس، بس هيكمل، هيبقى مش هيبقى الاتحاد بتاع كل سنه اللي هو لحد اخر ماتش حاطين ايدينا على قلبنا عشان الاتحاد يقعد. والاتحاد من الفرقه الحقيقه اللي ليها معزه خاصه في قلبي، لانه بحس انه فريق اهلاء، يعني ان هو سيد البلد. سيد البلد حاج محمد مصلحي والرجاله كلها بالظبط كده. فالاتحاد اتمنى انه يكمل. فرق المقصه والانتاج، وهتبقى اي دوري يميدو قوته في فرق النص. مفيش دوري في الدنيا بتلاقي اربع خمس فرق بتنافس على القمه الا الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني فريقين، الدوري الالماني فريقين، الدوري الايطالي. انما الدوري الانجليزي تلاقي خمس ست فرق انما قوه الدوري في الفرق اللي بتكعبل الفرق الكبيره. لو انت عندك سبع ثمان فرق بيعرفوا يكعبلوا الفرق الكبيره هيبقى دوري قوي. تمام. لو سبع ثمان فرق دول مش موجودين هيبقى الاهلي والزمالك وبيراميدز بعد 10 اسابيع فوق. وبعدين عندك زي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان من المركز السادس للمركز ال 18 بينافسوا على الهبوط. صح. مفيش دوري في العالم كده. صح. المفروض ان انت عندك مفيش والله مفيش. ده قوه، بس قوه للهبوط مش قوه لانك بتيجي تتغلب قدام الكبير وبتتدبحوا في بعض تحت. تمام. فاتمنى انه فرق المنتصف او الفرق اللي هي بنستنى منها كوره تبقى عندها القدره ان هي تكعب الفرق الكبير. طيب قبل ما نطلع فاصل جاوبني على السؤال ده، ممكن مين اللي شايفه ممكن يعمل مفاجآت في الدوري؟ في الدوري؟ الفرق اللي هي اللي بتقول بتكعبل. المقص. 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 يلا نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني ومشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. اتكلمنا عن الاهلي واتكلمنا عن فايلر، تعال نروح بقى للجنة الخماسيه وشايف تقييمك لادائها. بيجتهدوا الحقيقه، بيحاولوا يجتهدوا وهم جايين على ملفات كتير قوي، فبيحاولوا يجتهدوا فيها. يعني حاجتين مهمين جدا هم اللي هيبينوا اللجنه الخماسيه ناجحه ولا مش ناجحه. جدول الدوري يبقى منتظم وجماهير تدخل. جميل. بس الجماهير دي اعتقد الموضوع ما بقاش في ايديهم قوي. يعني خلينا نتكلم برضو ان الحل الامنيه. ايه الفرق؟ اقول لك اذا كان إيه تمام او مش تمام. احنا كنا معترضين كل الاعتراضات السنه اللي فاتت على المهندس هاني ابو ريده ومجلسه عشان ما بيدخلش الجماهير، وعشان ده كانت في حاجات كتير قوي، وعشان عدم انتظام جدول الدوري. حاجات كتير جدا. ماشي خلينا بس. واخطاء الحكام يعني وبس كده. بس ماشي. ماشي. اتمنى ان الجماهير تدخل. فرقه الاهلي بشكلها ده لو في جماهير مع فايلر الموضوع هيبقى مختلف. الموضوع هيبقى ممتع. الموضوع هيبقى ممتع. كمان نتفرج على الجماهير كمان. اللعيبه كمان هتبقى مبسوطه وهتعمل اداء مختلف تماما عن اللي بتعمله دلوقتي. فهم كانوا ناجحين جدا في القرعه. القرعه بتاعت اندر 23 امبارح كانت معموله كويس والشكل كان كويس. جميل قوي. وكان نجاح ليهم. نتكلم عليه. واتمنى ان يكملوا. هم مجموعه الاستاذ عمرو الجنايني، فضل، دكتور جمال محمد علي، دكتور احمد عبد الله، دكتوره سحر. الحقيقه مجموعه شاطره واتمنى ان هم يكملوا على كده. كنت مع الاختيارات؟ انا عارف اختيار فضل واحمد عبد الله من فتره طويله، لان دورهم في كاس الامم كان كبير، فعارف ان هم هيبقى ليهم دور في الكره المصريه في الفتره القادمه. اختيار الاستاذ عمرو الجنايني كان اختيار يعني انا مش شايفه يعني زيه زي يعني مش يعني ايه يعني ليه. انا المفروض ان انا لما باجي اختار مدير لشركه او مدير لاي حاجه في مقاييس ومعايير. في مقاييس ومعايير.
ايه المقاييس والمعايير اللي اختاروا عليها الاستاذ عمرو الجناني؟ هل لانه هو العضو المنتدب واهم شخص في اهم بنك في الشرق الاوسط؟ طب هل انت بتديرش بنك، انت بتدير مؤسسه كرويه، هل المعايير دي هو مدير شاطر، فهل هو مدير شاطر في قطاع البنوك هيبقى مدير شاطر في قطاع الكوره؟ هنشوف. هو الكلام كان بيتقال ان هو راجل ناجح في عمله، فان شاء الله هيبقى ناجح في اداره الملف الكره المصريه. فضل طبعا. طب خلينا اقفلك عند النقطه دي، اصلا انا يعني لا تعليق، المدير الشاطر بيدير طبعا. عارف يدير ازاي؟ ان انا مش لازم ابقى مدير اتحاد الكوره او رئيس اتحاد الكوره لازم افهم في الكوره. على فكره انا ضد لا، ما هي دي اداره، ما انا بالظبط مالهاش علاقه. برافو عليك. انا بجيب الناس المتخصصه، برافو عليك، بختار والناس هي بتبقى هو ده بقى، هو ده اللي انا اتسال عليه طبعا. فين بقى الناس اللي انت اخترتهم في؟ طب صح ولا غلط؟ طب معاييرهم ايه؟ بالظبط. ما هو انا مدير وانا مش ما لعبتش كوره اساسا. لا طبعا، هو اختار حسام الزناتي في لجنه المسابقات. حسام حط جدول، اعتقد اختياره. لا، حسام من الشباب اللي عملوا دور كبير في كاس الامم، وحد شاطر وموهوب ومكسب للرياضه المصريه. جميل. ومكسب المجموعه. جميل. اللي كانت، بص انا اشتغلت في كاس الامم، كل المجموعه اللي كانت مع محمد فضل في كاس الامم هي مجموعه شاطره وتستحق ان هي يبقى ليها دور في الكره المصريه الفتره اللي جايه ما شاء الله. احمد عز، مروان نايب، حسام الزناتي، علي محمد علي، مينا، المجموعه دي كلها مجموعه شاطره، واعتقد ان هم يعني المجموعه كلها تم تسكينها. ربنا تسلم والله العظيم. فالمجموعه تم تسكينها في ملفات كتير في الكوره، واعتقد ان هيبقى ليهم دور في الفتره اللي جايه في الكوره المصريه. تمام. يعني انت شايف ان هو برضو عليه علامه استفهام بالنسبه لك ان هو اختير رئيس اللجنه؟ علامه استفهام، لانه ما هو المعايير ما تنطبقش عليه زي بالظبط. مش فكره معايير. نفسك يبقى مين طيب؟ لا، ما مش في دماغي حد، يعني ما كانش في دماغي حد معين قد ما كان في دماغي يقولوا لنا 1 2 3 احنا اخترنا. زي بالظبط هي نفس اللي حصل في اختيار المدير الفني لمنتخب مصر. قعدنا نتكلم على كل الناس وفجاه كابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر. ايوه ليه كده؟ رقصونا ترقيصة ابو تريكه. يعني احنا يا جماعه بقى لنا 9 سنين بنتكلم على الكابتن ايهاب جلال، والكابتن ايهاب جلال قال ان انا بختار جهازي، وكان خلاص يعني. لا، حسام البدري. انت عارف انه حسام البدري ما كانش في مصر اصلا، كان في كندا، تم ابلاغه بان هو بقى مدير فني منتخب مصر وهو في كندا. يعني الحقيقه، طيب اخترت حسام البدري على ايه؟ مع كل الاحترام لحسام البدري، والحقيقه ان انا وجهه نظري انا الشخصيه انه بعد كابتن حسن شحاته الاقرب والاهم والاكثر اقناعا كان حسام البدري، مع كل التحفظ على تصرفاته في حاجات تانية ده ملناش علاقه، ملناش علاقه بيها، انما كرويا حسام البدري اضر كان مدير فني للنادي الاهلي، اكبر فريق في افريقيا لمده طويله، حقق معاه انجازات كبيره، حقق دوري ابطال افريقيا مع الاهلي قبل كده بكوره حلوه واداء رائع، حقق مع الاهلي دوري وكاس، حقق معاه 2 دوري ومتتاليين لحد سنه فاتت كان مدير فني للنادي الاهلي. انت مش مستغرب من اختياره قد ما انت مستغرب من التضارب في الاختيار. ان انت وديتني في حته ورحت جايبني في حته. بالظبط كده. انت هل انت دلوقتي قلت انت اخترت حسام البدري ليه؟ يعني الحقيقه انه تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني، وده جزء من الاداره، انه قال ان احنا بنختار بين 5: كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، كابتن احمد حسام ميدو، كابتن ايهاب جلال. الاختيار بين 5. وبعدين بعد ما اختار حسام البدري قال لا، احنا مستقرين من البدايه على حسام البدري. لا، هو ده كان تصريحه فعلا، كان عليه. انت ما كنتش مستقر مع البدايه مع حسام البدري. انت كلمت ايهاب جلال وحضرته خلاص. ايهاب جلال اعتذر عشان خناقه المساعدين اللي مصطفى كمال ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم يعني الحقيقه انه الوضع يعني مش سر. فالحقيقه انت ما تجيش تقول انت مستقر. طب ما هو كابتن حسام خد الحريه الكامله في اختيار جهازه. لانه كانوا خلاص بقوا مجبرين، احنا عايزين مدير فني، فخد. ومين اللي قال انه خد الحريه الكامله في اختيار جهازه؟ انا بقول لك، انا معلومتي انه هل هو اللي اختار محمد بركات؟ مش عارف دي بصراحه. هل هو اللي اختار طارق مصطفى؟ لا. انت اكيد معلوماتك اقوى مني. هل هو اللي اختار ايمن طاهر؟ لا. هل هو اللي مستني محمد شوقي لما يرجع بعد تصفيات طوكيو عشان ينضم للجهاز؟ لا، هو اختار احمد ايوب وسيد معوض. محمد بركات تم اختياره من قبل الكابتن محمد فضل. تمام. شوقي، فضل، ايمن طاهر، طارق مصطفى، استاذ عمرو الجنايني، قولا واحدا لتشكيل الجهاز. تمام.
طب ده صح؟ لا مش صح طبعا. لا مش صح ان انا ادي للمدير الفني الحريه الكامله؟ طبعا طبعا. والحقيقه انا عايز اشكر حد هنا، عماد متعب. والحقيقه قرار عماد متعب برفض العمل، انا شكرته قبلك اول مره. خد بقى سبق قبلك يا اخي، ده انت كل اخباري لانه قرار عماد متعب برفض العمل مدير للجهاز الفني لمنتخب مصر هو قرار رائع وصائب 100%، وتبريره صائب ورائع 100%. ليه؟ لانه الخلاف بين عماد متعب وحسام البدري مش يعني مش مستخبي على العلن. فعماد متعب كان حسام البدري على فكره وافق ان عماد يشتغل، عماد اللي رفض. ليه؟ انه اي حاجه هتحصل في المنتخب بعد خمس دقائق هيشيل عماد متعب. فلا ما بقاش انا بس السبب. عماد ما فكرش كده، اصل عماد بيور قوي من جواه. هو قال كده، قال ان انا مش عايز من البدايه يبقى في مشاكل. ده كان سبب اللي هو تبرير بس. اه كان عماد انت عارف اكيد عماد طبعا. اه طبعا عماد انا دايما مسميه جدع. لا الحقيقه جدع. الحقيقه قرار بلد وجدع. الحقيقه قرار اللي هو تقعد اللي عارف انت زي جواله كده اللي في الدقيقه 90 بلس 90 كده بالظبط، تقعد تسقف لها كتير بالظبط. يعني هو عماد واخد على انه جواله كلها بلس 90، فعمل جول في قرار ده بلس 90 برضه، قرار رائع ويحترم عليه. هو عماد عفوي يعني طبعا. هو دي طبيعته ان انا لا اختار كده، دي طبيعتي، مش ان انا قاعد ادرس قرارات. عماد مش من الشخصيات دي. لا الحقيقه انه بعفوية. اه طبعا انه ليه يا جماعه انتوا يعني احنا عايزين نوفر مناخ كويس بالظبط. وليه كابتن حسام البدري ما موافق عليا وهو متضرر؟ لا كابتن حسام ده بتمنى لك هو التوفيق. من جواه عايز يشتغل كمان هو في مناخ كويس. عماد بالظبط. انا خلينا بصراحه الحقيقه عماد من جواه يعني انا هشتغل بشكره لانه الحقيقه قرار. بيقول ان عماد متعب بيحب منتخب مصر، يعني عماد متعب لعيب كبير وما ما بيجريش على منصب ولا بيجري على حاجه. هو سؤال يعني ولا بلاش خلاص احنا لا خلينا اصلا كنت هتسالك يعني ليه حسام حسن كان لا، بس خلاص خلينا نبارك وخلينا نقول احنا كلنا في ظهر الكابتن حسام. زي بالظبط ما قلنا على فايلر بعد اختياره كلنا في ظهره، احنا دلوقتي كلنا في ظهر كابتن حسام البدري لان هو المدير الفني لمنتخب مصر وهو اللي بيقود الكره المصريه، لان احنا عندنا اختبارات صعبه جدا في هتبدا من نوفمبر، عندنا تصفيات كاس العالم هتبدا في مارس. اعتقد انه الكابتن حسام البدري عنده مهمه ثقيله ربنا يكون في عونه عليها. التدريب مع الاهلي غير التدريب مع اي حد تاني طبعا. بمعنى ان انا ممكن اروح ادرب الاهلي هنجح قوي واخد بطولات واسمي هيكبر اي حد مع يعني بعد شويه كده يبداوا يفكروا فيا واخد يعني انا ممكن اكسب كده ومثلا عامل اداء مره او مره لا، بس طبعا مش مقنع زي فايلر خالص. انا بتكلم عليا، انا بتكلم على اسم المدرب اللي يرتبط بالاهلي بيكبر مع الاهلي وشعبيته وجماهيره اللي بترفع اي حد بعد ربنا طبعا في السماء. هل تدريب المنتخب هيبقى غير تدريب الاهلي بالنسبه للكابتن حسام؟ طبعا زي ما تدريب المنتخب الاولمبي كان غير تدريب المنتخب بالنسبه للكابتن حسام. كابتن حسام التجربه اللي خدها مع منتخب الاولمبي فشل. طب انت ليه بقى ليه كنت بتقول انت مسبب اسباب ان هو يمسك منتخب مصر؟ ما هو انت بتسبب اسباب بالنسبه للخمسه التانيين. لا بالنسبه للاختيارات لا. انا بقول التانيين نجحوا بس مش في اهلي وزمالك. فين النجاح؟ مين فيهم حقق بطوله؟ مش لا بص تعالى لي بقى تعالى لي بقى انت فكره ان هو بينافس ايهاب جلال. ايهاب جلال انا بتكلم عن نجاح، ان انت لو شفت فريق ما عرفتش مين مدربه هتقول ده ايهاب جلال، ان انت لو شفت فريق ما عرفتش مين مدربه هتقول ده حسام حسن. تطبيق فكره بالظبط بالظبط. طب ما كابتن حسام البدري مع الاهلي طبق فكره. ما انا طب ما كده ما طبقش مع المنتخب الاولمبي ليه؟ مع مش عارف يعني منتخب الاولمبي اللي بكلمك فيه يعني انا مش والله مع كابتن حسام البدري خالص. انا بكلمك على الصعود. كانت التجربه الحقيقه لازم كابتن حسام البدري يشيلها من تاريخه لانها كمان كان فيها حاجات ما خلينا ما نتكلمش. بس انا بكلمك في ايه، حته ان انت في الاهلي لا انت اي حد بيجي ياخد 90 بطوله ويمشي. لاسارتي خد دوري. ايوه 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 انا بقول لك اي حد جه الاهلي خد. مارتن يول بالمخده بتاعته خد الدوري. اي حد يعني خد دوري بس مش اي حد هيعمل زي فايلر خالص. ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى ان فايلر يعيد للاهلي امجاده. هو انت عارف زي ما يكون قلنا زي ما انت يجي لك حد صحفي يا استاذ احمد يقول لك ايه انا على فكره كويس انا كويس وانت خلاص انت مش عارف تقول له لا اصل في حاجه احنا عاملين ندور بمرقاط اصل ايمن مش عارف اشرف واقف ازاي واخد بالك. بس ان شاء الله ان شاء الله يفضل كده باذن الله. أتمنى. لكن بتكلم على فكره الاهلي وان هو بيعمل النجوميه. الاهلي بيعمل نجوميه اي حد بالظبط، بس في الاخر الشكل والاداء هو اللي بيعمل النجوميه. هو ده الاهلي بيكسب. انا قلت الاهلي كسب الدوري السنه هو فاتت. ده لعيبته وضغط جماهيره. انت بص الاهلي كسب كام مباراه في الدقيقه 90؟ بعد الدقيقه 90 هتلاقي 7-8 ماتشات او تعادل، كان خسران وتعادل وكان متعادل وكسب عشان ده لعيبته وجمهوره. على فكره
ده لا خطه ولا تغييرات ولا اي حاجه، ده لعيبه وجمهور. انما شكل لا، حسام البدري على فكره مع الاهلي عمل شكل مش الشكل اللي احنا بنتمناه، بس الاهلي كان عامل شكل. انا عايز اتكلم فنيا كتير على كابتن حسام عشان محدش يخلط الاوراق، لكن والله العظيم انا بخلط الاوراق، لكن لا كان في علامات استفهام كتيره مع انه فعلا عمل يعني عمل وكان في فترات صعبه جدا هو شخصيته، حتى لو كان كابتن حسام بدري من جوه طيب جدا، خلي بالك مش الشخصيه اللي احنا بنشوفها خالص حتى لو كان لابس وش الشخصيه دي بس نجح بالشخصيه او بوشها ايا كان. بالمناسبه اتفضل، الشخصيه دي مش هتنفع مع المنتخب. انت بتحضر على فريق ولا حاجه؟ لا خالص ولا تعرف فين الاسئله اللي انا قولها لك، لان هيفضل يقول باص 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 باص. مش هينفع خالص وهو عنده اولا عنده ارث ثقيل جدا 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 جاي له من كاس الامم، عنده ارث ثقيل جدا، تجميعة اللعيبه مع اللي حصل مع تغيير مع تجديد الدم مع كل ده الموضوع صعب، عشان كده هو رفض يواجه منتخب تقيل وقرر انه يبدا. وانا احترمته على فكره طبعا على فكره طبعا احترمته جدا، لازم اشوف اسباب نجاحي كده. انا هتكشفونا انتوا بتجيبوا لي مدرب في الاول او فريق جامد في الاول عشان اخسر الناس تقولوا لا. طب فهو هيلعب بتوانا ماتش سهل وحلو على يفوق قدنا، عليه مش مشكله يفوق عليه ويجمع لعيبته ويعرف شكله ويعرف شكل الفرقه، بس هو عنده مشكله كبيره مع المحترفين، عنده مشكله كبيره لازم يعرف يحتويهم ازاي. الحقيقه التعامل مع صلاح شئنا ام ابينا، صلاح بقى من نجوم من التوب فايف في لعيبه الكوره في العالم، فمحتاج معامله خاصه. طبيعي احنا لازم نقول صلاح محتاج معامله خاصه طبيعي. فكره بقى ان احنا اصله مقموص اصل لا، ده دور محمد بركات وحسام البدري يتصالح غصب عنه. عندهم دور كبير جدا في حل الازمات دي في الفتره اللي جايه، لان احنا محتاجين محمد، محتاجين نني، محتاجين كل نجوم منتخب مصر، لان عندنا مهمه كبيره جدا. كاس الامم 2021 في الكاميرون، كاس العالم 2022 في قطر. اتمنى ان كابتن حسام البدري يقدر يحقق الاثنين ويعمل زي ما عمل كوبر، على الاقل كوبر لعب يعني. كوبر اللي احنا كنا بنهاجمه واحنا نايمين في الاحلام، راح كاس الامم في الجابون 2017 لعب نهائي، راح كاس العالم في روسيا 2018. اتمنى ان حسام البدري يحقق. لا مش عايزه يبقى كوره خالص، عايز بقى مش كوره، نتائج. ولو النتائج هتجيلنا بالقلب يا عويس، ده في ناس كتير من مصر جالهم القلب ايام كوبر. عويس انت كل شويه الحمد لله رحت الحمد لله يا رب. رحت نهائي كاس الامم؟ ما لا انا بصراحه لا، بسكواد احنا في الماتش النهائي انا كنت في الملعب، احنا لاعبين المباراه النهائيه بعمرو ورده راس حربه ماشي، وجي فيك جون غلطه دفاعيه غلطه دفاعيه، اللي هو كان بيقول لك كوبر منتخب كوبر منتخب دفاعي والاجوان كل الاجوان اللي جت فينا كانت اخطاء دفاعيه. هو الحقيقه فك الدفاع فك من بعد في كاس العالم، فاتمنى انه كابتن حسام البدري اتمنى له التوفيق والجهاز الفني، لانه في اصدقاء اعزاء جدا، سيد معوض وايوب وطارق مصطفى. والله لو حتى فيها مين انا والله العظيم من كل قلبي نتمنى لهم التوفيق. اكيد التوفيق والنجاح في الاخر، ولازم طبعا لازم كلنا في ظهرهم طبعا وان شاء الله. بس طبعا زي ما انت بتقول كده صلاح، ساعات انت بتزعل منه بس هو ابنك طبعا، وهو برضو هو بيعاملنا كده، انا ابنكم طبعا، انا رافع راسكم وانا منكم، فاهمني يا عويس؟ اللي هو انا منكم طالع من تحت كده معاكم ورافع راسي ورافع راسكم، فانا ابنكم، ما ينفعش تعملوا معايا كده خلاص، ما ينفعش تعملوا معايا حاجه تزعلني. هو برضو ليه حق ان احنا ندلعه وندلعه طبعا، طالما الراجل كبير مش مقصر وحاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا. لو انت كنت سمعت خبر الطفل اللي اعتنق الاسلام بسبب محمد صلاح، محمد بقى حاجه، انا ما قدرتش اكمل الخبر، حاجه مهمه جدا. نتمنى انه يكمل كده، ونتمنى انه في يوم من الايام نشوفه على نص التتويج احسن لاعب في العالم في ذا بيست، ويبقى نجمنا محمد صلاح مكمل للاخر يعني. يا رب. انا اسف هو شاب. شكرا يا برجاوي. برجاوي بص قاعد طبعا مركز معايا تحديدا يا عويس. مين بقى؟ نني وصلاح. يا ريت باسم وصلاح، اقسم بالله اتنين صراع والله العظيم معايا مركبين عجل مش طيارات. انا بص طيارات الحقيقه. اللعيب اللي فعلا ما كانش محظوظ في الاهلي باسم علي، يعني باسم اللعيبه اللي ما فيش محظوظه، لعيب هايل هايل، الكوره ما ادتلوش خالص هو في الاهلي، لكن احنا عايزين نصلحه. احنا ممكن، انت عارف هنا طبعا، هنا بطلة تنس الطاولة، هو كان قالت له تلعبني ماتش تنس طاولة، قال لها ماشي هبعت لك مكة ولا جي لك انا، قالت له لا تعالى انت، فيجي يلعبها لو كسبته
وغالبا محمد هيلعب الماتش في لندن مش هيلعبه هنا. يلعبه في لندن نوديها له لندن يا سيدي. تكسبه وتجيبه. تكسبه وتجيبه وهو لو كسب برضه يجي. بالظبط كده. ويلعبوا على جدا يا طبعا. هو محمد صلاح. اعتقد انه المباراه ابن بلد يعني. المباراة الرسميه اللي هتبقى في نوفمبر هيبقى موجود وهيبقى بيقود منتخب مصر تاني. محمد بقى تاني هداف المنتخبات المصريه. بس الحاجات دي ما ينفعش احنا نزعله بصراحه. طبعا طبعا. زي ما انت بتقول في لعيبه كده ما ينفعش. طبعا. محمد صلاح ما ينفعش نزعله. طبعا. طبعا. لانه محمد واحد خير قلبه جميل سيبك من الكوره كلنا بنحبه لله في لله كل مصر بقت ليفربول دلوقتي وامي بتقعد تدعي له قلت لها ماما انت ما كنتش بتدعي لي كده لا محمد من اللعيبه كل امهاتنا كده حاجه جميله طبعا. بصراحه طبعا طبعا فنتمنى انه يعود تاني لمنتخب مصر وماتشات نوفمبر ان شاء الله يبقى موجود باذن الله طيب احنا عندنا مشكله ان احنا نطلع صلاح تاني وثالث ورابع وخامس ولا ما عندناش العيون ولا احنا مكسلين ولا ما عندناش منظومه ولا كل الحاجات اللي فاتت لا عندنا بس انت عندك اما بيجي لعيب عندك يطلع كويس ويجي حد عشان ياخده فتقول له 9 مليون دولار يعني لا رقم كبير قوي فالنادي 900 فاكر فيلم 900000 جنيه اللي هو من نص مليون جنيه يا يعني جماعه مش كده يعني طلع اللعيب اعمل زي ما عمل المقاولين العرب طلع المهندس مني وصلاح طلع اللاعب بسعر قليل واعمل اعاده البيع هتقعد تكسب منه طول الوقت المقاولين بيكسب لكن احنا عندنا مواهب يا عويس عندنا مواهب طبعا وعندنا ناس تشوفها انت بلد فيها 100 مليون عندك مواهب طبعا عندك مواهب كبيره وعندنا ناس تشوف وعندك ناس تشوف الموهبه اساسا مش محتاج حد يشوفها طبعا هو بيقول لك انا موهبه وشوفني وانا بص يعني انت عندك دلوقتي اكاديميات في كل حته في مصر يعني حتى لو حد عدى على الاكاديميات دي يعني الكابتن حازم امام كان عامل تصور لدوري الاكاديميات وبس طبعا ما لحقش يعمله كان عامل تصور رائع لدوري الاكاديميات وي وي وحاجات وتطوير مرعب للناشئين وتوسيع القاعده الشعب انت لو وسعت قاعده اللعب اصل كره الكوره هي ملعب وخلاص يعني هتعرف توسع قاعده الممارسه احنا عندنا مشكله في توسيع قاعده الممارسه صح ما عندناش يعني انت عندك للأسف. عندك ولاد كويسين قوي بس ما عندكش مش لاقيين منفذ ما فيش لاقيين منفذ فانت توسع قاعده الممارسه تعمل دوري اكاديميات تعمل دوري ناشئين صح. تعمل دوري مدارك الشباب تعمل كل الحاجات دي وتبدا الكشافين يروحوا ويبصوا ويطلعوا وده من هنا وده من هنا وده من هنا عشان انت الفريق بيطلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى يمشي كل اللعيبه اللي طلعوا بيه ويروح جايب لعيبه من فرقه للاسف يبقى يعني ما فيش انبي ثاني ما فيش ده ما بيحصلش تجربه انبي ان شاء الله وقطاع الناشئين بتاعها إن شاء الله. يعني انت بص دلوقتي على الفرق اللي موجوده في الدوري شوف في كام لاعب من قطاع الناشئين من انبي كتير اكتر من الاهلي كتير بالزبط. يعني بص الاهلي هتلاقي في كام لاعب من انبي بص الزمالك هتلاقي في كام لاعب من انبي بص الاتحاد بص هتلاقي انبي كابتن امام محمدين لازم نشكره طبعا لانه تجربه اتمنى ان هي تتكرر في كل الانديه يعني او كابتن امام محمدين عامل زي محمد صلاح برضه والله ما بهزر لازم برضو ان صحيح ندلعه طبعا لانه بص قدم لنا انت لما تعد كتير اللعيبه لا ما تقعد تقول كهربا عبد الله جمعه حافظهم طبعا عبد الله وصالح وصالح لا دلوقتي في حمدي فتحي في كتير في قفشه في لعيبه كتير قوي كتير اتمنى يبقى في 20 انبي بيقدموا المجموعه دي من اللعيبه عشان نشوف قطاع ناشئين كبير في الانديه المصريه يا رب انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا ميدو انا مبسوط جدا دايما بتنورني والله وانا لازم اشكر زاهر ان هو يعني جابك تنور شكرا يا ميدو انا مبسوط جدا ان زاهر كلمك امتى لا انا كلمي خلي تريبي امبارح امبارح والله نورتني وشرفتني ربنا يخليك يا ميدو ومبسوط ان انا كنت معاك ومبسوط ان انا في قناه النادي الاهلي على المستوى الانساني والشخصي يعني بعيدا عن شغلي انا اهلاوي ومن الناس اللي بتزعل لما الاهلي بيخسر او بيتعادل الناس متابعاك وعارفه شخصيه جميله وتسال كل خير ربنا يخليك وقلبك ابيض وشخصيه محترمه شكرا اي حد يتمنى يعني يعرفك ربنا يخليك ربنا يخليك يا عويس سعيد بوجودي معاك وشكرا للاستضافه الكريمه ربنا يخليك يا رب ان شاء الله نتقابل تاني ان شاء الله دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم احمد عويس الناقد الرياضي بعد الفاصل هيكون معاكم محمد سعيد وضيوفه الكرام الف شكر لحضراتكم مع الف سلامه
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع. بالطبع في نهاية هذا الأسبوع بيكون في تفاصيل كتيرة مرت على الرياضة المصرية طيلة هذا الأسبوع، سواء مباريات محلية، مباريات إفريقية، أحداث عديدة. وبالتأكيد داخل قناة النادي الأهلي بيهمنا في الشأن الأول يكون الحديث عن النادي الأهلي، خاصة إن البداية والانطلاقة مبشرة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن كيف سنتعامل مع المرحلة القادمة؟ متطلبات المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي، رؤية الجهاز الفني للفترة القادمة والمشوار المحلي، الجمهور كيف يقيم هذه المرحلة بالنسبة للجهاز الفني وفوز النادي الأهلي بأول مباراتين في الدوري العام وانطلاقة جيدة في البطولة الإفريقية. كل هذه التفاصيل بالتأكيد هتكون محور حديثي مع الناقد الرياضي الأستاذ محمد مصطفى اللي بينورنا النهاردة وبيشرفنا في برنامج الأهلي الليلة. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك في قناة الأهلي، بيتنا الكبير إن شاء الله. أهلا بيك. أهلا بيك. طيب في البداية الانطلاقة جيدة جدا والبداية ممتازة، لكن في نفس الوقت دور الإعلام إنه لما يتكلم مع الجمهور لازم يعرفوا طبيعة المرحلة اللي احنا فيها. وانا دايما بحس قوي او بحب اتكلم مع الجمهور ان احنا نتكلم بمنطقية وبعقل، عشان سقف التطلعات والطموحات لما بيزيد قوي نتيجة بعض الناس لما بتكتب على السوشيال ميديا فبتخلي الجمهور يمشي معاه، ولو حصل تعادل او خسارة في مباراة نتيجة ظروف معينة بتلاقي الكيرف نزل مرة واحدة واتقلبت الآية. التوقيت ده مهم جدا نتكلم مع الجمهور ونناقشه في هذه الجزئيات بشكل كويس، وكمان نفكره بالتاريخ عشان الناس وهي بتتابع الأهلي وبتقيم المرحلة اللي احنا فيها يكون تقييمها منطقي وعقلاني عشان نقدر نكمل بشكل كويس على مدار الموسم. تمام، كلام جميل والفكرة حلوة اللي انت طرحتها، لانه احنا كتير من الجمهور الأهلاوي عايش الفترة اللي فاتت دي كلها، ونتكلم بوضوح، في فكرة مانويل جوزيه وفريق الكبير اللي كان معمول في أول الألفية. وخلينا نتكلم يعني فعلا الفريق ده يستحق دايما يكون في ذاكرة الجمهور الأهلاوي على طول. وعشان كده شريحة كبيرة قوي لا تزال تعيش في نفس الحلم ده. نحتاج دايما نقول لها لا، احنا كان عندنا مدربين كبار وحققت طموحات كبيرة قوي لكنها وقعت كتير. يعني لو انت ترجع مثلا، انا فاكر كويس قوي السبعينات كان عندنا مدرب عظيم هيديكوتي كانت نتائجه المحلية رائعة جدا، يمكن فقط دوري واحد بس 77-78، لكنه على المستوى الافريقي ما كانش موفق سنتين ورا بعض، وخرجنا مره من مولوديه الجزائر وثاني سنه من هارت اوف اوكس الغاني. لما تيجي لمدرب عظيم تاني زي فايتسا، هنتكلم عن المدربين الاجانب لان المدرب اللي عندنا اجنبي بالظبط، مش محتاج اتكلم عن الكابتن الجوهري وافريقيا او كابتن سايس وكابتن طه اسماعيل وكابتن طبعا انور سلامه مع باركر، كان باركر اعتقد كان جيف باتلر سنه 88 مش 87 88، لكنه بنتكلم عن الاجانب. فايتسا كان عامل موسم عظيم مع النادي الاهلي، خد البطوله الافرواسيويه وفي الدوري المصري عام كان مكتسح الدوري وخد دوري وكاس، لكنه افريقيا خرجنا من السيمي فاينال مع وفاق ستيف في ضربات الجزاء. هاي مانويل جوزيه بقى في اول انطلاقه في نص السيزون الاولاني بالدوري كان الاداء في الدوري متوسط، خسران اول ماتش اعتقد من غزل السويس 2-0، لكنك في افريقيا كنت بتعمل نتائج تانية. وخلي بالك حتى النتائج دي ما كانتش عظيمه، يعني انت كنت محتاج اخر ماتش تكسب في الجزائر على افريقيا، ولا في افريقيا تكسب في الجزائر شباب بلوزداد وكسبته. جيت في السيمي فاينال تعادلت في القاهره 0-0 وتعادلت 1-1، لكن جيت في النهايه عملت نتيجه عظيمه بره 1-1 وهنا 3-0 بالظبط. وفي الدور الثاني كانت النتائج المحليه رائعه جدا اتحسنت. فما كانش في دايما توافق بين التجربتين. تجربه فيصل الثانيه هي اللي كانت فيها المسيره العظيمه محليا وافريقيا. افريقيا انت واخد كاس افريقيا 2005، ومحليا كنت مستمر في الفوز المتتالي موسم اللي هو الموسم دوت 2005 2006، مش كده؟ انت عملت فيها ريكورد في الارقام القياسيه في عدد مرات في موسم 2004 2005. انت عملته قبلها اصلا 2004 ومكمل في افريقيا وانهيت حتى مسابقه الدوري بلا هزيمه. ايوه انت عملت كده فعلا. لا وانت خد بالك البدايه كانت خروج من افريقيا مع الهلال السوداني بالظبط، وجيت في السيزون ده في السيزون الافريقي 4-5 خدت اكتساح تعادلين و24 فوز، لكن وفي افريقيا خدت البطوله في الموسم ده بلا خساره اعتقد تعادلين او ثلاثه مش متذكر قوي. فالبدايات دي ما كررتش كتير. نيجي بقى الفايلر، لما نشوف البدايه دي انت
الناس كلها بتقول ايه 6 7 ماتشات وبعدين نحكم عليه. طب الست سبع ماتشات دول مش كلها في افريقيا في مجموعات لسه، لانك هتلعب في المجموعات في نهايه نوفمبر بالظبط 30 نوفمبر. هل لو حكى لو مشي في الدوري كويس والماتشات زي ما احنا شايفين في تصاعد جامد واداء تقدر تقول ان هو ماشي نمطي مش فوق وتحت، لا الماتشين ورا بعض تعتبر اداء عالي قوي، رغم ان ماتش الانتاج كان فيه اهداف اكتر، لكن سموحه كان فيه فرص كتيره ضايعه، يعني كان ممكن النتيجه تقرب، يعني كان ممكن اتنين يكون 3-0 3-0 كانت تبقى يعني. لكن الاداء اقصد الاداء قريب من بعضه قوي. طيب انت عندك لغايه اعتقد لغايه المباراه كنا عملت 7-8 ماتشات، طب حصل تعثر هنا بقى بنقول في اول ماتش ليك تعادل بره، يعني انا فاكر كويس قوي كنا خدنا كاس افريقيا اول ماتش في ثاني سيزون 2006 2007 في المجموعات خسرنا من صفاقسي 1-0 هناك اللي هو خدنا فيه البطوله في الاخر بهدف ابو تريكه في تونس. القصد اقول ايه بقى من ورا الكلام ده؟ مش معنى انك اتعثرت انك هتخسر البطوله، انت ممكن تتعثر في اول ماتش وتكمل وتاخد البطوله. اذا انت لازم تكون شايف كويس قوي الفرقه ماشيه ازاي، اداء متذبذب ولا اداء ثابت ومستوى كويس، انك انت ما بتلعبش لوحدك لا في الدوري ولا في افريقيا، انت دايما بتلعب فرق كتير بتلعب فرق ممكن تكون غير موفق. امبارح الشناوي بانقاذ عظيم في اول الشوط الثاني كان ممكن جدا الماتش يعقرب ونتيجه 1-1 وكان حقيقي. ممكن تكسب حقيقي. تمام، ايه اللي خلاك بقيت انت مطمن انك انت شايف المستوى الفرقه عالي؟ لكن نرجع اقول لك بقى، انا كاهلاوي بعيدا بقى او ومتابع للكوره كويس قوي، انا مستني. انا كنت امبارح اقول لك على حاجه، الجون اتاخر شويه، كان ممكن تستنى انك انت كل ما الجون يتاخر انت هتعمل ايه؟ فايلر هيعمل ايه؟ ده لسه مش شفناهوش. هل انت هتقدر قدام الفرقه اللي بتعمل دفاع ضاغط دي هتقدر تعمل العاب معينه وتغييرات معينه تفك الدفاعات دي وتكسب؟ ده برضو خد بالك انا كنت ايه عمال مستني ده هيحصل، واشوف الشوط الثاني الجون جه مستني مواقف معينه عشان تبني عليها الجون جه بوظها يعني خد بالك، ويجي الجون الثاني طيب مستني يخش فيها الجون الاول وهتعامل معاه ازاي؟ ده برضو ما حصلش. فخلي بالك احنا لسه في اختبارات، انا عشان كده ايه دايما بكون متحفظ في الحكم. هو ده ليه بقى؟ عشان كده انا بدات حلقتي بالحديث مع الجمهور في الجزئيه دي. ليه؟ لان ثقافه الجمهور للاسف تاثرت بالسوشيال ميديا. بعض الناس ممكن تكتب على السوشيال ميديا بوستات فبتوجه وجهه النظر والراي العام في اتجاه، زي ما حصل الكلام ده وقت ما تم التعاقد واعلان التعاقد مع فايلر، حد كتب او اتنين او ثلاثه راحوا في سكه السيفيهات فخلى الناس كلها تروح في سكه السيفيهات، لغايه لما احنا لحقنا الموضوع في بدايته وعملنا فرمله وقلنا تاريخ الاهلي في الموضوع ده، فابتدت الناس ايه شويه شويه تهدى. لما بدا الموسم وفوز الاهلي ابتدى الناس تقول خلاص الحمد لله، لا ده احنا زي ما انت قلت تجربه مانويل جوزيه والبدايه الجيده، لا واحده واحده. لان انا الكلام ده بقوله ليه؟ انا عشت المواقف دي كتير قبل كده في النادي الاهلي وذكرت لي جزئيه مانويل جوزيه. دايما المشوار المحلي ممكن تكون ماشي فيه كويس جدا وتيجي في افريقيا في اول مباراه يحصل تعثر فتلاقي رد الفعل يبقى سلبي وعكسي. فانا عايز الجمهور يقيم المرحله بعد فتره طويله عشان ما يصدرش لا صوره ايجابيه قوي ولا صوره سلبيه قوي، لان دايما بحس ان سقف الطموح وقت ما بيعلى بشكل كبير قوي في لحظه ممكن بينزل بشكل سلبي وبيجي بشكل سلبي كلها المنظومه. هقول لك على حاجه، انا اقصد ايه ثقافه الجمهور نفسها. صحيح. لان ثقافه الجمهور دي هتفرق كتير قوي مع الاهلي السنه دي جدا، وعايز اراهن عليها عشان اتغاضى عن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. طيب انا هتكلم في جزئيتين، حته السي في الاول. انا هقول لك على حاجه، الجرايد القديمه انا قريتها كويس جدا، كان مستر هيدي كوتي لما جه الاهلي ما كانش الخيار الاول لما الكابتن صالح وكان مشرف على الكوره راح يجيبه من المجر، كان في خيار بونجاك وحد كان لعيب في الثلاثي الهجوم المجري، كان بونجاك وبوشكاش وهيدي كوتي. تمام، كان هيدي كوتي في الوقت ده بقى يدرب انديه يمكن تقدر تقول لو انت عندك الجدول الدوري 14 فريق في الجدول كان من ال10 وال11 رغم انه عمل انجاز كبير سنه 63 لما خد مع انترخت فرانكفورت، لا اسف كان فرقه ايطاليه خد كاس الاتحاد الاوروبي، يعني انجاز. تمام، انا عمال افتكر فرقه مش حضراني، ولكنه بعد كده من 63 لغايه 72 لما الكابتن صالح جابه ما كانش بيعمل حاجه خالص، بالعكس الكابتن صالح حب كان له اصدقاء كتيره جدا فلجأ لاحد اصدقائه في الاتحاد المجري، حد قال له روح لصديق ليا في الاتحاد المجري يقدر يدله على مدرب كويس بالعقليه اللي الكابتن صالح كان عايزها. الكابتن صالح كان عايز عقليه معينه، فقال له على على مستر هيدوكوتي، ويقال في بعض الروايات ان مستر هيدوكوتي وقتها كان فاتح محل ادوات رياضيه وقعد راح قعد معاه في المحل عجبه دماغه وجابه الاهلي
السي في بتاعته كانت بطوله سنه 63، حتى لو كانت بطوله اوروبيه عالميه، لكنه ساب المجال بالنسبه له اصبح هوايه انه يدرب فريق في, 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 في النصف الثاني من الجدول في الدوري المجري. وما كانش الدوري المجري في الفتره دي عالي زي فرقه هونفيد اللي كانت في الخمسينات، كانت فرقه في اوروبا هي اللي عامله الجيل الذهبي للمجر اللي وصل نهائي كاس العالم 54 بالظبط. تمام، الفرقه اللي هي غلبت، الفرقه اللي غلبت كمان انجلترا في ملعب ويمبلي اول هزيمه تاريخيه لست 3، شوف فرق كبير جدا في الوقت ده. كانتش المجر فيها انديه تقدر تنافس، تقول ان انديه كبيره خلاص انتهت. لما تيجي المستر فايتسا، هو كان مدرب فريق ناشئين في منتخب الناشئين الالماني اللي خد كاس العالم، تقدر تقول كده زي مثلا هاني مصطفى لما خد كاس افريقيا. ما احنا برضو لما نيجي نقيس، هو خد كاس، هو كان مدرب منتخب ناشئين. هل كل منتخب مدربين منتخب الناشئين نجحوا عندنا؟ بونفرير كان مدرب منتخب الاولمبي اللي خد الميداليه الذهبيه عندنا لم يوفق، فاذا القصه ما ينفعش نقول عنه مدرب عالمي. فايتس في الوقت ده ما كانش مدرب عالمي، لكنه كان مدرب ناشئين كبير في المانيا، ولما قيسوا بمستوانا لا مدرب كويس، لكن السي في فين؟ حقيقي تمام. مستر مانويل جوزي كان مدرب فرقه تعتبر كبيره في البرتغال، وله تاريخه مع الفرقه دي، لكن بطولته مع انديه وسط عمل نتيجه كبيره مع تاكسبورت لما كان في ماتش سبورتنج لشبونه وبنفيكا، لكنه بنى تاريخه كله في مصر. وحاطه على فكره، انا قصه ان هو بره ما عملش وجوه عمل، انا مالي بره عمل ولا انا ليه عندي في مصر عمل ايه؟ ولو جيت تاني هعمل 50 بطوله، هو برده في الاخر انا يهمني تاريخه معايا انا بره وعمل وما عملش، دي اختياري انا، هو اللي نجح بالظبط كده. وفي الوقت ده كان اوليفيرا في التصنيف البرتغالي قبلي الاعلى، بونفرير في الوقت ده كان تصنيفه اعلى، اسمه بيسيرو تصنيفه يعتبر عالي في الوقت بالظبط، حتى راح من الاهلي على بورتو. لكن في سؤال تساله لنفسك برضو لما تيجي تختار مدرب، هو ليه فايلر درب اندرلخت؟ اندرلخت فريق كبير على فكره طبعا، ليه في بلجيكا كره اعلى من عندنا اذا كانوا هم مستوى تاني في اوروبا مش كده برضو؟ حاليا حتى بلجيكا في التصنيف الدولي في اول 3 منتخبات في العالم. تمام كده، اذا الراجل ده عنده حاجه، اذا لما فرقه زي اندرلخت تجيبه، اذا الراجل ده عنده حاجه. انت في الاخر بتدور على مشروع، زي حتى كابتن طه دايما بيقولك انت عايز مشروع. فلما تجيب مستر فايلر، والكلمه جديده على الناس في مصر يعني لغايه دلوقتي الناس بس مش مستوعبه معنى الكلمه. خلي بالك كابتن طه كان ماسك مشروع الهدف بتاع الاتحاد الدولي، فالمصطلح ده واضح ان هو بالنسبه له مصطلح عادي، هو يمكن بالنسبه لنا جديد، لكن الشيخ طه بالنسبه له مصطلح متداول عنده لانك حتى في اوروبا المدربين بيبقى بيجيبوا مدربين، يعني انا فاكر في مدربين موجودين في انديه في اوروبيه ممكن يقعدوا بال10 سنين وال10 و15 سنه. بقول لك على حاجه، 10 سنين 15 سنه انت بتتكلم في مشروع، في مدرب. هيدي كوتي لما جه في مصر كان مدرب مشروع ليه؟ هو كان في مين؟ انا هقول لك على حاجه يا محمد، لما تقرا المنشطات الصحف كلها في الفتره من 72 ل 74 كان دايما المنشط الكبير الواضح التلامذه 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 التلامذه، لدرجه ما تلاقي جورنال يقول لك الاهلي الاتحاد، تلامذه الاهلي مع الاتحاد، نجح التلامذه، فاز التلامذه. هو جه على جيل بيعمل مشروع فرقه كبيره في الوقت ده مستر هديكوتي. وانا اعتقد مع التجديد لما تجيب لعيبه وتحطها في عقليه في المفهوم او العقليه اللي انت عايزها في الاهلي، فانت بتعمل مشروع جديد. وخد بالك انت تعتبر جددت الفرقه بنسبه 90% اللي كانت موجوده السنه قبل اللي فاتت على مرحلتين ثلاثه، وده تدعيم سريع جدا، وهو اللي اتعمل مع مستر مانويل جوزي. انك انت تجيب لعيبه مهاريه وكويسه وبدرجه تناغم تقدر تناسب عقليه النادي الاهلي، وبتبدا بتستغنى عن بعض اللعيبه اللي انت شفت ان هي مش هتقدر تكمل بنفس العقليه. انت جيت على قائمه كانت موجوده، وظروف البطوله الافريقيه وضغط الماتشات وتغيير الاجنده الافريقيه كان مصعب عليك الدنيا انك تغير مره واحده. مفيش فريق بيغير مره واحده، واي فريق بيغير مره واحده، عندنا فرق ممكن تغير ب 17 18 لعيب مره واحده، لكن مش هتقدر تديك ميكانيزم للفرقه مستمر، هيديك ماتشين ثلاثه كويسين، لكن انت بتدور على فريق يستمر سيزون كامل. وعلى فكره ده اللي حصل مع 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 هيديكوتي، وده اللي حصل مع ولولا على فكره ايقاف الدوري سنه 90 عشان المنتخب الوطني كان عايز ان هو يستعد لكاس العالم، فرقه فايتسا كانت هتستمر السنوات. الفرقه دي فكت تماما بعد ايقاف الدوري، رجعنا مفيش فرقه والراجل مشي. التجربه مع مستر مع مستر ميلان جوزي لما جه في المره الثانيه عمل نفس التجربه. احنا حاليا في عوامل مبشره تقول لك ان انت الفرقه دي ممكن تديك ده، ممكن بنسبه عاليه،
واخد بالك؟ فلازم، لكن في نسبه تحفظ عندي. ايه هي؟ قلناها انا وانت من شويه، وعايزين اشوف تحت ضغط. آه بالظبط، لسه نتكلم في الجمهور بقى الاخيره ديت بعد سبيل حته الضغط، حته ان انا اشوفه وهو مهزوم واحد متاخر، حته ان انا اشوفه اتغلب وخرج من الخساره هيتعامل ازاي مع الاعلام والجمهور، دي مهمه جدا. برضه عشان تبقى برضه الامور واضحه، مانويل جوزيه كان ذكي جدا في التعامل مع الحته دي. كان لما بيخسر هو اللي بيطلع يتعامل مع مع, مع 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 اسئله الصحفيين بعد الماتش في المؤتمر الصحفي. لا كثير اول لما كان كسبان ما كانش هو اللي يطلع يتكلم مع كان بيبقى المدرب العام، كان بيضرب المدرب العام هو اللي بيتكلم. فانا محتاجين برضو نعرف الراجل ده ساعه الهزيمه يبقى شكله ايه، هيتعامل ازاي يعني. هيتكلم ازاي؟ لا بص انت لازم تخسر، مفيش حد بيكسب الكوره كده، الكوره كده، الكوره كده. بس نيجي بقى للجمهور بقى. نيجي للجمهور بالظبط. في الفتره اللي فاتت كان في حاجه كتير كبيره جدا موجوده عند جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا، ولازم نتفق على حاجه. جمهور الاهلي اللي هو كان على القهاوي وكان في المدرجات هو برضو موجود على السوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا حريه زياده، واخد بالك؟ كان اي لعيب بينزل في التشكيل عليه نقد وعليه خلاف. القايمه قبل التشكيل، ما هو اي حاجه. كنت دايما بتلاحظ ده، ان في دايما اعتراضات على اي حد موجود. وكان في لعيبه معينه لازم تكون موجوده، لو مش موجوده بص تلاقي في خلافات وخناقات وانت داخل الماتش خسران. انا كنت بشعر ان انا داخل الماتش خسران، انا وانا بتفرج وانا عندي الهيستوري بتاعي بيخليني مش داخل خسران، كنت بحس يا جماعه احنا خسرنا الماتش. لكن انا لاحظت في الفتره اللي فاتت الاعتراضات بدات تخف شويه. ايوه على فايلر، وانا شايفها مش بس عشان النتائج، لا من الماتش الاولاني اللي اتلعب بره في ماتش فرقه كان سبورت، بغض النظر عن ضعف الفرقه، انا كنت بلاعب سيمبا وبدافع في الشوط الثاني كله حقيقي، وكنت 0-0 وحاجه غريبه جدا. انا هنا الشوط الثاني قلبت الماتش بهاجم. طيب انا اقول لك على حاجتين في ماتشين سموحه والانتاج الحربي. سيبنا ماتش الزمالك، ماتش الزمالك دايما ملوش مقياس، دايما ملوش مقياس، ده ممكن نتكلم فيه برضو. ماتش سموحه اخر 10 دقائق من الشوط الاولاني واول ربع ساعه من الشوط الثاني شبه سيطره لسموحه وضغط، ودي في اربع فرق في الدوري كنا دايما بنشعر مع مدربينهم والفرق دي ان احنا بنعاني دايما لما نكون متقدمين او حتى عاوزين نكسب. سموحه والمقصه مع كابتن ايهاب جلال تحديدا كمان، والانتاج الحربي والمصري مع حسام حسن. كنت تشعر بانك انت قدام فرق بتعمل معاك شغل عالي قوي وبتعاني عشان تخترق دفاعاتها. هي تمام. طيب ماتش سموحه وماتش الانتاج الحربي في حاجه حصلت في اول، خصوصا في اول ربع ساعه في الشوط الثاني، سيطره الفرقه اللي قدامك، وبعدين انت بتقلب الشوط الثاني تبص تلاقي سموحه انت كسبانها 1-0 بس. انا متوقف، فقبل كده كنت بتعاني وسموحه عايزه تكسب وبتضغط وبتنزل باكات، تزود الباكات وبتزود بتنزل ديفندرات وبتفضل لاخر لحظه وانت ماسك اعصابك ان ممكن الفرقه تتعادل. ماتش سموحه انت في النص ساعه الثانيه كله انت قلبت الماتش، وسموحه اختفت هجوميا. صحيح ما جبتش جوان ثاني، بس ما حسيتش انك قلقان، انت ماسك الكوره وعمال تضيع اجوان. ماتش الانتاج الحربي نفس الموضوع حصل، بعد كوره الشناوي قعدت 10-12 دقيقه بتضغط فرقه الانتاج الحربي، بعد كده انت سيطرت سيطره كامله وجبت 3 اجوان. اذا انت هنا مع مدرب بيديك شكل جديد مختلف، ان الفرقه بتقف على رجليها بسرعه وبيردها بسرعه بتغييرات هجوميه. تمام. طيب في الماتشين حصل نفس الشكل ده مع فرقتين دايما كنا بنعاني هجوميا معاهم، سموحه والانتاج. سموحه والانتاج، ما هو لك لسه المقصه، وكانك قدام المقصه تعمل معانا كده مع ايهاب جلال، وكان المصري كانت فلسفه في بعض المدربين مش الانديه. لا الفرقه دي كبيره اصلا كمان. في الكوره الفرقه دي بتلعب كوره حلوه، الفرقه دي عندها كوره. سموحه فرقه بقالها، سموحه في 2014 في اخر 5 دقائق كانت هتطلب مننا الدوري بكره قفلت النهائي العجيزه جنب العرض، يعني فرقه شديده وبتلعب كوره كويسه. حتى ماتش الزمالك، انت ماتش الزمالك له الاصابات كان الماتش كان وضع اختلف، وكانت تبقى تغيرات هجوميه. بالمنظر اللي شفته ده اقدر اقول بقى ارجع لماتش الزمالك، لا كان ممكن نحصل اختلاف شكل تاني مختلف. انت كسبت كسبان 3 ووليد سليمان ما نزلش لسه، وكان ممكن يتحسب لك بنالتي ما اتحسبش، كان ممكن يبقى 4-0. بقول لك ماتش الزمالك انت كسبان 3 ووليد سليمان ما نزلش، ما كان ممكن تعمل حاجه كتير. الاصابات دي كان الشكل الهجومي كان ممكن يروح في حاجات تانية مبشره. اذا انا لاحظت ان في الجمهور بدا ان هو تقل انتقاداته، ما يبقاش يبص قوي على التشكيل، ولسه بيتكلم ان ما عنديش في الدكه كذا، ما عنديش بديل لفلان، ما عنديش بديل لا هيبدا ان هو ايه، لا راجل فاهم. بس انا لاحظت حاجه برضو، مش ظاهره قوي بشكل كبير، بس برضو في تريكات لسه الناس مش قادره تستغنى عنها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في ماتش الاخير امام الانتاج الحربي اليو جانج مش في القايمه، فالناس تقول لك ده اليو جانج عامل مباراه كانو سبورت بشكل غير طبيعي. قلنا يا جماعه اصبروا، ما في مباراه بعدها ب 72 ساعه 48 ساعه، يعني اكيد في روتيشن في مركز او اثنين، وهيكون في ضم العدد لعيب. النهارده القايمه هي اعلنت والفريق مسافر ان شاء الله بكره تمام لاسوان،
اليو زانجي موجود في القائمه. اذا الفكره ودور الاعلام بالذات الاعلام المتعلق بالنادي الاهلي، ولازم يخاطب جمهور النادي الاهلي بشكل مباشر، لان الجمهور احيانا في البعض في برامج اخرى او قنوات اخرى بيحاول يصدر له ايه في لعيبه كبيره ولاعيبه مميزه زي ما بتلعبش. فاحنا دورنا واحنا لسه بنبدا الموسم نفهم الجمهور ونوعي الجمهور في هذه الجزئيه، لان ده هتبني عليه موسم كامل. لسه الموسم طويل، ولسه بطوله افريقيا ما بداتش، ولسه الدوري عندك في مراحل ومحطات صعبه جدا، فلازم تبدا مع الجمهور وتوعي الجمهور في الجزئيه دي بدري بدري، لان المشوار طويل جدا وضغط المباريات هيبقى كتير، والقايمه والنتائج ممكن تساعدك في مرحله وممكن ما تساعدكش في مرحله. فسقف الطموحات بيعلى قوي، وانا خايف في لحظه معينه ممكن تلاقي سقف الطموحات هو عالي قوي يتغير، وده حصل حتى في سنتين اللي فاتوا وشفناهم بشكل كبير. كسبان الترجي 3، رحت هناك في ظروف معينه الجمهور انت خسرت 3 فمسك في النتيجه، ما مسكش حتى في الظروف المحيطه بالمباراه. فانا عايز اتعامل مع الثقافه دي في الفتره اللي جايه. ولا هقول لك على حاجه، انت جرتني النقطه مهمه قوي. نقطه ايه؟ الناس ما كانتش شافت اليو دانج، مجرد ما شافت اليو دانج لا فلان يقعد، فلان احسن منه، فلان ده ما لعبش خالص. على فكره وده نوع ثقافه جديده كانت بقى لها شهور كتير موجوده، مجرد ما بيجي حد اعلى من حد شويه او يديك لعبتين كويسين خلاص ده يركن ويقعد. لا، الكلام ده في فرقه زي الاهلي بتلعب عدد كبير من المباريات غلط ومش مظبوط، ومش صح ان انا اي لعيب يظهر بسرعه ان انا لازم اركبه على لعيب انا كنت بحبه وعايزه بس ده اعلى منه خلاص التاني. انا ايه، ما ينفعش نكون بذاكره السمك من ناحيه لعبتنا، وما ينفعش لعبتنا تحس انها لو في مره قصرت انها خلاص الجمهور ركنها. كمان في حاجه، المركز ده كمان حساس جدا، المركز ده تحديدا اكثر المراكز انذارات واصابات. خط الوسط، المدافع تحديدا، المدافع وكان ايام مانويل جوزيه كان عندنا محمد شوقي، وكان في احمد حسن استاكوسا، وكان في حسن مصطفى، وطلع حسام عاشور، وكان انت بتحس المركز ده دايما فيه مشاكل. واخد بالك، وكان بيلعب فيه احيانا رامي عادل لما كان بيتصاب اصابات لو انت فاكر، وكان بيلعب فيه كمان احمد حسن، ولما جه احمد حسن بعد كده ولما جه احمد حسن في بركات، لا وفي كمان لعب محمود شيكو كمان وشيك. وفي ظل وجود احمد حسن استاكوزا، وما كانش لسه احمد حسن جه، كان احمد حسن استاكوزا وشوقي وحسام عاشور وحسن مصطفى كتير، خمس ستة. انت في المركز ده انا اعتقد المركز ده اكتر مركز هيحصل فيه لعبه هتلعب كوره، المركز ده كتير جدا، وكمان الشغل اللي معمول انت هتلاقي دايما نفسك معرض اصابه، انذار كتيره، انذارات كتيره اصلا المركز ده، لانك بتلعب على مهاجم حريف، بتلعب على كمان انت، احنا لعبنا اربع ماتشات بس، والمشاكل اللي احنا شايفينه كمان الفرقه كلها هتلعب كوره، مش انت اللي هتحدد انا هلعب ازاي. بمعنى برضو في نقطه هنا في الحته دي، الاعلام تبعنا في المؤتمرات الصحفيه علمها للجمهور. في المؤتمر الصحفي انت مش مطلوب منك تحاسب المدير الفني فلان الفلاني ما تحطش في القايمه ليه، وتسال السؤال ده او فلان مش فايلر بس اي مدرب، بس وجوزيه تسال عليه قبل كده، لا جوزيه كان ده كان بيبقى ليه جوزيه مره قال كل جمهور الكوره بيفهم في الكوره لكن ما بيفهمش في التدريب. ودي نقطه مهمه جدا، مش كل الجمهور يفهم في التدريب، ومش كل جمهور يفهم في الخطط التدريبيه، ومش كل جمهور يقدر يقرا المنافس كويس وهو عايز ايه والعب بمين واودي مين واجيب مين. انت النهارده الاعلام بقى لنا سنين كتيره، مش النهارده ولا امبارح، يخش المؤتمر الصحفي يسال عن فلان ما لعبش ليه، انت مطلوب منك المؤتمر الصحفي تسالني على اللي حصل في الماتش واللي جرى في الماتش واحداث الماتش، مالكش دعوه فانت النهارده فالجمهور نفسه بدا يتعود انه يسال فلان ليه ومش ليه. انا يا اخي انت ما شفتش التدريبات، ما شفتش فلان ده يمكن في التدريب ده ما قصداش كويس، فانا لو لعبته برضه على حسب هواك انت لعيبه تانية هتحس ان في مجاملات، امور كتيره انت مش عارفها. وفي لقطه في التدريبات، مع يمكن التدريب طبعا لما الجزء التكتيك ما بيتذاعش خالص، ده شق فني مهم جدا، ممكن ما عملوش تكتيك بالظبط. بس في نقطه كمان، يعني الناس بتقول لك ايه، مثلا اديك مثال، الناس تقول لك رمضان صبحي اداؤه اتطور بشكل كبير جدا، ما هو الناس ما تعرفش ان في تدريب الجهاز الفني ساعات بيعتمد على رمضان كلاعب جوكر في التقسيمه مع الفرقتين، فبالتالي في تطور في اداء بعض اللعيبه من خلال تدريبات بتحصل في الملعب بس. ولكن على مدار الموسم انت تقييمك بيتم بعد مرحله طويله مش بعد مباراه او اتنين. فبقول لك على حاجه، في رمضان صبحي انا متوقع ان في خلال الماتش اتنين ثلاثه رمضان مش هيعمل الدور ده لانه هيتحفظ وهيتعمل له دور تاني، ده طبيعي على فكره، وهيتعمل لواحد تاني دور تاني، وهتبص تلاقي في حد تاني طلع له دور تاني، لان الادوار اصل انت مش هتقدر تلعب بنفس اللعبه دي على طول. انت خدت بالك ان اللعبه دي كررت خمس مرات في الماتش جاب منها جون، وفايلر بيتميز بده، عنده مرونه تكتيكيه، من المدربين اللي بيحب يغير اكتر من طريقه لعب. طب انت لو ما لقيتش رمضان صبحي مره ولقيت احسن حد تاني، ودي اتقالت على فكره في موضوع السي في، وانا فاكر وقتها قالت لك الناس قالت لك بس ده غلط انت ممكن تشتت اللعيبه، فاكر برضه ضمن الكلام اللي كان بيتقال، يعني تشتت اللعيبه ازاي؟ انك مثلا لو غيرت كتير في طريقه اللعب او في اداء عدد لعيبه في مراكز معينه ممكن تعمل تشتيت، لكن سبحان الله ممكن تعمل تشتيت. بس انا هفكرك بحاجه،
في الواقعه دي بالذات. سنه 2006 لما فرقه الاهلي لعبت اول ماتش في المجموعات مع صفاقس التونسي وخسرنا 1-0. الماتش الثاني كان مع شبت قبائل في القاهره. عندنا 3 لعيبه انذارات و4 اصابات. وكان منهم محمد ابو تريكه وراس الحرب لاعب متعب موجود ولا فلافيو موجود ولا بركات موجود. الفرقه فاضيه. بتلعب ثاني ماتش في دور المجموعات في القاهره. احمد صديق باك يمين. لعب مكان محمد ابو تريكه في البلاي ميكر ولعب اسامه حسن راس حربة وكسبنا 2-0 وعمل ولعب اداء عالي قوي. صديق عمل سرعات في الماتش ده غير بالظبط كده تمام. اذا هل انت هنا معناه وخلي بالك دي نقطه خطيره قوي. اللعيب ممكن يبقى سعيد جدا بالمدرب وبيلعب التدريبات وباداء عالي وهو احتياطي لانه عارف ان المدرب مش هيظلمه وانا عالي انا هنزل العب بالظبط. اذا انت لما تبدا تجهز 20 لعيب عندك وكلهم بيلعبوا باداء واحد واداء سلس واداء سهل انت ما عندكش مشكله انك تغير ده وتنزل ده وتغير ده وتنزل ده. امتى يبقى في عندك مشكله؟ لو عندك في التدريب اللعيب حاسس انه مظلوم وغيره بيلعب. لو اللعيب حاسس ان هو لو اللعيب مش متدرب تكتيكين كويس او المدرب مش بيديله وحدات زي زمايله. لو في التقسيمه مش زي زمايله. لكن انت لما تلاقي اللعيبه كلها بتنزل في نفس الاداء ده هي فكره جديده علينا. خلي بالك يعني برضو الحكم عليها لسه شويه. الكره اتغيرت في العالم. ايوه بس انا اول مره خلينا نتكلم في الكوره. اول مره نشوف الكلام ده عندنا. اقول لك بس نظريات الكوره في العالم مش ثابته والكره دايما فيها متغيرات. لا الكره مش كيمياء برضو. والكره مش كيمياء. الكره مش كيمياء بالظبط. هو حد كان يتخيل ان بوب جوارديولا كان مانشستر سيتي في تفكيره حتى وهو بيحضر فرقه مانشستر سيتي من سنتين انه يبدا التغيير من اول حراسه المرمى؟ يعني اي مدير فني بيجي بيشوف دايما العناصر نص الملعب خط الهجوم خط الدفاع الحارس كويس ولا مش كويس. لكن في ادائه الفني عشان يشوف مانشستر سيتي يلعب بطريقه هو عايزها غير حارس المرمى وجاب حارس مرمى يبدا الهجمه من تحت. فالكوره في العالم كله كل مدرب ليه فلسفه. احنا ده كلام مظبوط. انا اقصد الفلسفه نفسها. خلي بالك احنا هنخش في فكره ايه هي الفلسفه ولا النتائج. لان خلي بالك هو جوارديولا عمل الفلسفه والنتائج ساعدته او هو وصل للنتائج وفي التالي الفلسفه نجحت. جونياس مدرب وادي دجله الفلسفه عنده اولى من النتائج. مصمم على الفلسفه في ماتشات بيبقى مهزوم فيها ومفروض ان انا بغير الطريقه عشان اتعادل وبيفضل على نفس الفلسفه. ظروف النادي مساعده على ده. ما هو لو موجود في نادي مثلا لازم يحقق بطولات. انا مش ما بناقشش فكره النتائج. ما هو كده بقى هو حتى في دي فشل لانه هو في الاخر بقى اخر دوكن هيهبط. اذا هل انت بتنفذ فلسفه مجرد انها فلسفه ولا بتنفذ فلسفه تساعدك على النجاح؟ لا تساعدك على النجاح طبعا. اذا انا الفكره هنا ايه مختلفه. فكره الاهلي هنا مختلفه شويه. فكره انك تغير انك تغير كل ماتش. هو على فكره ما بيغيرش اربع خمس لعيبه. دي بالنسبه لنا في مصر كتير ما تعودناش عليه. احنا بنتعود على لعيب او اثنين وكان دايما بنلاقي لما فرقه تخسر يقول لك صغير فلان وفلان ودول كتير او ثلاثه عارفين دول كتير. لكن اللي احنا شايفينه مش كده. طيب هي بس ممكن تكون اللي مساعده دلوقتي ان امكانيات اللعيبه متقاربه. يعني ايه امكانيات متقاربه؟ انا لو شلت رمضان صبحي في الهاف الشمال اجاي كان بيلعب هاف شمال الفرق ممكن يبقى مختلف شويه. هيبقى مختلف في التكتيك اللي هيلعبه اجاي مكلف بيه غير التكتيك اللي عامله بس كان اجاي بيعملها تمام. طب لو رحت للناحيه مع وجود علي معلول فالقوه هتقل ايه؟ اذا كانت دي 90% تبقى 80% مش هتزيد 50%. اذا التغيير هنا هيبقى متاح لي. طب لو انا مش هلعب بالشحات يمين وهلعب بوليد سليمان تفتكر الفرق كبير؟ اطلاقا. طيب لو لعبت بازار يعني طبعا لسه ازار هنشوف هيعمل ايه معاه لان هو ازار مشكلته الفينش. وخلي بالك هو برده فكره محمد صلاح لما كان مع سباليتي في روما كان في فيورنتينا بيضيع كتير قوي. لما راح مع سباليتي في روما هو سباليتي هو اللي ظبط الفينش. طور الحته الهجوميه في صلاح بالظبط الفينش بالذات تحديدا. انت هنا محتاجها. هل الراجل ده هيقدر يعمل ده؟ خلي بالك احنا قلنا ايه في الضغط انك تبقى مغلوب هتعمل ايه؟ ازارو برضو على ازارو اختبار تاني للفايلر هنستنى هنشوف هيعمل ايه فيه. اذا في ظل ده كله طب شلت ديانج وحطيت سوليا حمدي فتحي خد بالك المستويات قريبه وده معناه ان انت مش عندك مش بعيده. ده معناه الحمد لله ان عندك فرقتين. ايوه ما هي الحمد لله. دور المدرب فيها تقريبا ان هيبقى الفرقتين مجهزين. فلما تغير 4-5 الناس بتقول تدوير 4-5 كتير بالمنظر ده مش هيبقى كتير خصوصا لما يبقى في التمرين دايما ما عنديش اصل برضه قبل كده كان بيحصل ايه؟ انك بتدرب الفرقه الثابته اللي هتلعب على طول بتلعب الفرقه الثانيه وعامل تغيير اثنين بس. انت في التمرينات ممكن يكون الراجل بيدرب فرقتين مختلفتين عن اللي بينزلوا في الماتش. يعني ايه؟ يعني مش مسكن الفرقه الاساسيه هي قدام فرقه من البدلاء زمايلها بتلعب قدامها، لا ده عامل التشكيله بحيث ان رمضان صبحي في فرقه واجاي في فرقه. الشحات في فرقه
وقفشه الفرقه. يعني اقول ايه، مش مخلي الفرقه الاساسيه في التقسيمات حتى هي الفرقه، الفرقه ثابته، هي الفرقه الجوكر او هي الفرقه الاساسيه بالنسبه لك. لا انت هنا، انت هنا في الاخر بتدور على اذا التجانس موجود بين الفرقه كلها، هل ده بيحصل بتعمل تيم جماعي، وبالتالي ممكن تكون اللي انت شايفه طبيعي انك عندك 20 عندك 20 لعيب مش 14 لعيب بتغير بينهم، وبالتالي من الطبيعي انه يغير تغييره من اللي هو بيعملها. يعني حتى محمود وحيد في المرات اللي لعب فيها اظهر ان عندك ما عندكش مشاكل في الباك الشمال حقيقي، زي ما عندكش مشاكل في الباك اليمين بين احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد. وعلى فكره اي واحد منهم بيلعب انت ما تحسش ان في تغيير. يعني انا برضو بصارة، انت لما يكون عندك ست تغييرات في الملعب او خمس تغييرات ما ينفعش تقول اصل الماتش اللي فات كان احمد فتحي ولعب محمد هاني، ما تنفعش لان الاثنين دايما بيلعبوا بالظبط. هي اللي ممكن تعدها لو محمود وحيد نزل، لان محمود ما بيلعبش كتير، ففي تغييرات في الملعب. حتى تغييرات السرد باكات لو حصلت ما ينفعش تعدها في التغييرات. التغييرات عندنا يا محمد دايما في الثلاثي الهجومي والديفندرات بس. صح، التغييرات اللي ورا في فرقه زي الاهلي ما ينفعش تقول تعدها من خمس تغييرات عملها، التغييرات ثابته. ياسر ابراهيم زي متولي زي ده زي ده، ميكانيزم الفريق ما بيتغيرش. يبقى الرساله اللي عايزين نوصلها للجمهور في النهايه ايه؟ ان تسيب الدور للمدرب دلوقتي، سيب الدور للمدرب نهائي تماما، والتقييم ما يكونش سريع، وحجم التطلعات ما يعلاش قوي لان لسه المشوار طويل، والمهم المسانده والعقيده او الشخصيه او ثقافه الجمهور تدخل وتشاركنا في المشروع اللي احنا فيه. اه هو ده طبيعي، لانك انت برضو لان انت مش بتعمل مشروع لوحدك، تشوف بدات تشوف عارف انت لما تشوف حد بيكبر كده وشايف ان هو نبغى بالظبط، ده باين دلوقتي نبغى ده، بس عايز اضلل عليه وهو بيكبر. هقول لك على حاجه عامله زي في دايما بيقابلك حد في الناشئين لعيب قوي لعيب قوي قوي قوي، بس هو سلسة تحت 14 15. خلي بالك نسب النمو للاعيب ما بيبانش غير من 17 18، ممكن فجاه يبقى نمو طبيعي، ممكن يبقى نفس طول الصغير مش هينفع معاك تمام. فبالتالي انت دلوقتي في مشروع حاجه طالعه جديد ولازم انت تستنيها وتتفرج عليها. انا اللي عايز اقوله بصراحه بعد اللي بشوفه في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، لا احنا محتاجين نتفرج على فايلر من غير اي من غير اي تعليق من او تحكير. اي تعليق ليه؟ عشان انت محتاج تشوف كويس، في حاجات بتعمل كل ماتش، محتاج تتفرج على الراجل ده بيعمل ايه وبتصرف ازاي، وافريقيا هنبدا نشوف ايه. وتاني حاجه انت مستني تشوف هيعمل ايه تحت ضغط، هيعمل ايه وهو مغلوب، هيعمل ايه لما يخسر خالص، وهيطلع يتكلم ازاي. وبنت حاجه صغيره لان خلي بالك دي بتدي رساله للعيبه الكلام طبعاً. اللي هيقوله لما يخسر هيدي رساله للعيبه. وزي خسر 3-0 بعد ما جينا من اليابان، طلع خد اللعيبه للجمهور، في رسائل بيعملها للمدرب ان انا اللي متحمل المسؤوليه، ان اللي شايل انا كجمهور في الفتره الجايه لازم اتفرج كويس واستمتع كويس ويشاركونا، لان ممكن دفعتي دي تدي الفرقه ابروف جامد. وخلي بالك في نقطه مهمه قوي للعيبه كمان، لما اللعيب يلاقي ان المدرب بتاعه واخد ابروف من الجمهور يوطي دي كلمه انا قصدها، يوطي يعني ايه؟ يعني بيبقى سمعا وطاعه للي عايزه المدرب. احيانا لما اللعيبه بتلاقي ان الجمهور عليه، الجمهور مش شايل الشيله كلها للمدرب، ده بشكل عام في الكوره يعني في الكوره لما بيلاقي المدرب شايل الشيله اللعيب بيستهتر وبيديش، وممكن يوصل بالحال ان هو يحس ان المدرب خلاص بالسلامه بقى، واخد بالك بيديكش بشكل عام في الكوره. فلازم الجمهور اللعيب يشعر ان المدرب خلاص عليه ابروف من الجمهور بتاعه تمام وسنده تمام. اذا احنا اتفقنا على الجزئيه الاولى وان احنا بنوجهها لجمهور النادي الاهلي، احنا بنعمل مشروع، جمهور النادي الاهلي جزء من هذا المشروع، ثقافه الجمهور هتنجح هذا المشروع واحنا في بدايته، لسه مباراتين في الدوري، مباراتين في افريقيا، مباراه السوبر، فلسه بنبدا في البدايات. انت عندك كي جي 1 او كي جي 2 في بدايه هذا المشروع، لما نوصل للمرحله الاعلى ولما نبدا مشوار افريقيا في اخر 11 ان شاء الله، ومع توالي المباريات في الدوري، لان طول ما الاهلي بيكسب في الدوري بيقرب بنسبه كبيره من الفوز بالدوري العام، والكلام ده هيظهر اكتر على شهر يناير او فبراير او مارس، بتبان الصوره في الدوري العام طالما الاهلي الحمد لله بيكسب، هو راكب المسابقه بشكل جيد جدا. طب دي جزئيه اولى. الجزئيه الثانيه البطوله الافريقيه، يمكن عايز اقول لك الاربع اللي جاي ان شاء الله قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طبعا مش هتكلم على التصنيف او الفرق اللي موجوده، لكن يبدو وده حتى من خلال رؤيتي ومتابعتي للصحافه في شمال افريقيا وفي بعض الدول الافريقيه، الكل بيتكلم على دوري ابطال افريقيا السنه دي انها هتكون مسابقه من اقوى واشرس المسابقات الافريقيه منذ تغيير هذه البطوله في النظام الجديد. 9 فرق عربيه على الاقل، 10 انديه سبق لهم الفوز بالبطولات الافريقيه والسوبر الافريقي. شايف البطوله السنه دي ازاي؟ وخلاص بقى انت بتتكلم في موسم بنفس مشوار الموسم المحلي،
الاجنده الافريقيه بنفس مواعيد الاجنده المحليه. طيب لو انت رجعت للسنه اللي فاتت هي نفس القوه برضو ونفس العدد تقريبا، قد قويه جدا بس في الادوار الاخيره ما كانتش قويه، يعني كانت في المجموعات قويه جدا. فاكر البطوله السنه اللي فاتت كان معانا كان في مازيمبي وكان في الترجي وكان في النجم الساحلي وكان في الوداد وكان في صن داونز، بس ما كانش في الزمالك طبعا، كان خرج من راح الكونفدراليه. المره دي بيشاركك فرقتين من الجزائر. بص يا بيه، انت عندك فرقتين من الجزائر، فرقتين من مصر لغايه دلوقتي، فرقتين من تونس، فرقتين من تونس، فرقتين من المغرب، فرقتين من المغرب، كده اربع دول. في كمان دولتين، فرقتين من انجولا، انجولا وكونغو ديمقراطيه، وكونغو ديمقراطيه، فيتا كلاب مازيمبي. طيب دي فرق كبيره. طيب هقول لك على حاجه، انا السنه اللي فاتت انا كنت متوقع السنه اللي فاتت ومع الاداء ما كانش مريح شويه حتى في المجموعات، كنت متوقع ان احنا لو عدينا دور الثمانيه الوضع هيبقى مختلف. تمام. في افريقيا المستويات بتستمر، مفيش الفرقه ما بتضعفش بسرعه، يعني صعب جدا انك انت مثلا تلاقي فرقه زي كوتوكو كده، كوتوكو قعد سنين طويله وبعدين اختفى، بدا ايه؟ بدا بعد كده يخرج من دور الاربعه، بعدها بسنه يخرج من دور الثمانيه، بدا يخرج من دور ال 16، ما بقاش موجود خالص. ها؟ فالفرق اللي موجوده دي هتستمر بنفس القوه، اللي شكلا انا شايف انه هيبقى اضعف من السنه اللي فاتت الترجي. في لعيبه كتير خرجت منه. عشان اللعيبه اللي مشيت. بالظبط كده. مازيمبي هتلاقيه فريق قوي. صن داونز. انا 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 على فكره مش من انصار التحليل الفني المتعمق في فكره الفرق وفيها مين وفيها مين وفيها مين وفيها مين، لكن الفرق دي بتلعب كره كفرق جماعيه، ودايما الترجي مزعج حتى لما بيقل، وعلى ملعبه مزعج جدا. انا هقول لك على حاجه، من اصعب الفرق اللي احنا رغم هزيمه 3-0 من الترجي السنه قبل اللي فاتت في نهائي افريقيا، لكنه على المستوى الافريقي في ثلاث فرق في شمال افريقيا بالنسبه لنا مزعجه جدا وفاق اسطيف. هات نتائجك معاه كده وشوف النتائج عامله ازاي. الافريقي والوداد اللي هيجي معاهم مش لمصلحتنا. الترجي اجمالي النتائج لمصلحتنا، شباب القبائل واتحاد العاصمه كل الفرق دي لمصلحتنا. لكن انا دايما بشوف ان اكتر الفرق المزعجه لينا بغض النظر، انا بقول لك على هزيمه الترجي دي كلها، فرقه الوداد. انا شايف دايما الوداد من اصعب الفرق اللي بتلعب كوره في افريقيا. فرقه رزله. ويمكن انا اشعر ان القرعه السنه دي بالمستويات اللي احنا شايفينها دي كلها، انا اخشى انك تقع مع اربع فرق عربيه. وردة. اربعه واحده. ودي ورده. شيء وارد. بتريحك في السفر. لكن انت هتشعر بمنافسه شرسه، تستهلك منك مجهود جداً. ذهني وبدني وفني بدري جامد. ولكن هي فيها ميزه، المدرب اللي بيقرا الفرق دي ادائها ثابت ومعروف، غير الفرق الافريقيه سطح الاداء العشوائي اللي بتعمل لك كور بالونات وتلاقي ده رايح شمال وده رايح يمين، زي ما حصل كده من فيتا كلاب وسيمبا، ده اللي حصل على فكره. مش زي فرقه شبيبه الثوره اللي هي فرقه اقل بكتير منك، ورغم ذلك ازعاجتك هناك كتير جدا باللعب اللي مش منظم. مظبوط. واخد بالك؟ ففرق شمال افريقيا على الرغم من ان هي بتبقى بالقوه دي، على انها بتبقى فرق قرايتها مش صعبه وبتقدر تقراها كويس، والمدرب الذكي بيعرف ياخد مرق. وده اللي حصل مع مانويل جوزيه في افريقيا، ما تعبش مع الفرق دي تحديدا، ما تعبش مانويل جوزيه. بالعكس بقى، فرقه اسك لانها ما كانتش فرقه ثابته، وكانت دايما فرقه اسك كانت بتخرج الناشئين كلهم يتلعبوا على اوروبا اول باول، كنت بتلاقي فرقه ما تعرفهاش، بس كانت من اصعب الفرق اللي كان بيواجهها جوزيه. ده انت جبنا جون هناك، كنا غازمينها 2-0 بجون كوره عماد متعب وابو تريكه 2-0 فاللي هي بتاعت 2006 ديت، ورحنا نلعب هناك جبنا جون في الفلافيو. الشوط الثاني احنا كان ممكن ندخل 5-1. الشوط الثاني احنا ما عدناش نص الملعب، ما عدناش نص. ده كانت مباراه صعبه جدا وفرقه صغيره. بس انت ما تعرفش عنها حاجه. فرقه متغيره دايما بتغير لعبتها وبتسافر. هو عاملين مشروع خاص بالناشئين، وعشان كده ما عندهمش مشكله انه يعمل فرقه تاخد افريقيا، مش ما عندوش. هو خدها مره او مرتين، خد دوري ابطال مره مش كده في التسعينات اعتقد اسك، لكنه مش وافريكاس بورغ خد برضه مره وكده، ولعبنا نهائي مره 93. فرق ساحل العاج ما بتدورش، مش فرق بطوله زينا كده وكونغو ومازيمبي وكده. فالفرق اللي هي دايما عندها ما تعرفش عنها حاجه دي، لا فرق مزعجه. احنا دايما بنلعب كوره قدام فرق اللي احنا عارفينها، اللي هي ادائها منظم، بتلعب كوره
ساعتها بقى عنصر التوفيق بقى مع الوداد مع الترجي مع النجم، هنا بيخش عنصر التوفيق وعنصر انت عملت ايه في الماتش. ما جبت سيره الرجاء المغربي على فكره واللي بيقوده فنيا باتريس كارتيرون. هقول لك برضه، واللي اول ما تاهل سالوه يعني حد من الزملاء الصحفيين في المغرب كان بيعمل معاه حوار في اذاعه راديو مارس، فبيسالوا على فكره القرعه والتصنيف والانديه، تتمنى تبقى موجود مع مين او تبعد عن مين؟ قال لهم انا اتمنى ما اكونش مع الاهلي في بدايه المشوار. هو انا ما جبت سيره الرجاء، انا اتكلمت في نقطه، انا اتكلمت ان في اصعب الفرق اللي احنا بنلعبها من شمال افريقيا ونتائجنا نتائجها معانا مش مش الميزان مش معايا، واخد بالك؟ بس هي احيانا لان احنا لا غالبا الوداد لو انت جبت نتائج الوداد هتلاقيك مثلا 6 7 7 6 مش زي الترجي 8، هتلاقي فرق كبير في الفوز والهزيمه. لا لا في فرق الاهلي على الترجي اخر 10 سنين في فرق كبير. لكن الرجاء لا انا متفوق عليها اصل خلي بالك انا بتتكلم تاريخ في الملعب ما بيساويش حاجه اكيد، بس انا بتكلم في العموم يعني احنا بنتكلم في مستويات فرق يعني. يعني مازندي مثلا قعد من سنه في منتصف السبعينات ظهر في اول الالفيه بعد انيمبا من 10 اختفى واختفى السنين دي كلها وبعدين رجع تاني، واخد بالك ازاي؟ مظبوط. فالرجاء البيضاوي لا انا الميزان بتاع الميزان النتائج معايا، بس لا ما تقدرش الرجاء فرقه ما تعرفش نتيجتك معاها هتنتهي بكام، ولا اي فرقه مش من افريقيا. بس انت انا بكلمك في ايه؟ على الورق لا، انا قلت دول ثلاث فرق فعلا متفقين عليها على الورق. الافريقي التونسي النتائج معايا سيئه مش لصالحي، رغم ان انا يعني هات النتيجه بتاعتها 5 4 5 5 فوز وهزيمه يعني اقصد يعني 5 واخد بالك، لكن يظل الرجاء فريق تقيل، فريق المغرب هي في مواجهات نتمنى نشوفها يعني، في مواجهات انت كاعلام او كجمهور تتمنى انك تتفرج في البطوله دي شكلها تبقى في البطوله دي بالذات شكلها في مباريات انت عايز تشوفها عايز تتفرج عليها عايز قرعه تحصل عشان تتمنى تكون تديك الصوره او تشوف المباريات من دور 16. السنه اللي فاتت كان في كان في اغلب التوقعات ان مازيبيا هيوصل فاينل وما وصلش، واللي وصل الترجي والوداد يعني. ففي ف ف ف ف ف ف فرق في افريقيا دايما، انا عن نفسي انا لما تيجي تقول لي عايز تقع من مع قرعه اقول لك اي فريق افريقي. اي فريق افريقي طبعا، الفرق الافريقيه عندها سذاجه دفاعيه، بس انت كنت السنتين اللي فاتوا ما كنتش بتلعب كوره هجوميه معاهم، انا كنت بطلع بره ندافع، وده مش انت مش ده الاهلي، مش فلسفه الاهلي عامه يعني. انت حتى ماتش اسيك اللي بنتكلم عليه الاهلي بدا بالهجوم على اسيك وضغط وجاب جون، بس المشكله اللي حصل في الشوط الثاني خد اللي عايزه من اول شوط واتعامل مع الشوط الثاني بمعطياته مع انيمبا هناك كسبت 1-0 كان هدف عماد متعب اعتقد 2005، فانت كنت بتفاجئ الفرقه دي بالهجوم، انت ما عملتش ده واخد بالك، لكن الفرقه العشوائيه بتتعبك مزعجه جدا، واحيانا لما بتلعب مع فرقه عشوائيه ممكن تخسر بكره من مفاجاه، وخصوصا انت ليه وده بيحصل وبيقلقك لما بتكون الفرقه بتاعتك مش ماسكه نفسها حقيقي، لكن لما بتكون انت ماسك نفسك لا انا العب مع فرقه افريقيا اسهل لي. نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي مباراه واحده، هل صدر القرار؟ كان قرار مكتب تنفيذي. ايوه هو بس هو لغايه النهارده على موقع الاتحاد الافريقي ماتشين لسه ما اتكتبش ان هيبقى ماتش واحد. يعني لو دخلت على موقع الاتحاد الافريقي لغايه انا بسالك هو المفروض هو في قرار، بس هو قرار ما انا بسالك الفاينل القرار ده القرار ده جماهيريا في افريقيا غير موفق. لا دلوقتي انا بسال في جزئيه ثانيه، النهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي البطوله بتتلعب السنه دي هتنتهي في مايو 2020، النهائي مباراه واحده ولا مباراتين؟ بص لان كان مكتب هم قالوا هيعملوا ماتش واحد ده من البطوله دي، وفي اخبار ان هو هيتعمل ماتش واحد، وقالوا انه ما اعرفش هيتعمل في المغرب، في كلام لسه مش عارفين هيتعمل فين، لكنه لغايه اللحظه دي لو دخلت على موقع الاتحاد الافريقي نزلت الاجنده هتلاقي معمول ماتشين مش ماتش واحد، معمول مباراتين معمول ماتشين، بدليل ان البطوله بدات وما تمش تحديد المكان اللي في الفاينل. بالظبط كده، لكن تعالى بقى هتلعبها فين؟ هتلعبها السنه في شمال افريقيا؟ لا هتلعبها ازاي الاول بس، هتلعبها فين؟ هتلعبها ازاي؟ هو الاتحاد الافريقي هو اللي هيحدد ملعب الفاينل فين، ولا الدوله اللي عايزه تستضيف الفاينل هي اللي هو المفروض ان في 5-6 دول تطلب تنظيم وانت بتختار واحده زي ما هي الاليه اللي هيتم على هذا الاساس التنظيم. خليني هعملها السنه دي مثلا 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 في تونس في الجزائر في اي دوله في شمال افريقيا مثلا. طب السنه الجايه طب انت احنا فاكرين كويس قوي ماتش السوبر بين الاهلي والنجم الساحلي في اديس ابابا ما كانش فيه 2000 متفرج 2007 في 2007 لما احتفلوا باليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي. طب انت هتعملها في افريقيا ازاي؟ ومش وهيبقى من الظلم لافريقيا انك تعملها على طول في شمال افريقيا. طب قدر الفرقتين انت حددت من الاول خالص انها في القاهره والفرقتين جم من وسط افريقيا، تخيل الفن وسط غرب افريقيا ازاي؟ حضور الجماهير هتعمل ايه؟ خد بالك ما ينفعش تقيس على كاس افريقيا وتقول ان انا في النهايه كان في جمهور،
لا ستوب لا دوري ابطال اوروبا دوري ابطال كان على افريقيا كاس امم افريقيا اللي تلعب هنا واللي سكه ملان في الاخر لا خلي بالك انت بتلعب على بطوله وناس كتيره حجزت تذاكر ومتوقعه ان مصر توصل النهائي ومعاها تذاكرها وناس كتيره من طب ممكن ده يحصل في دوري ابطال افريقيا لا صح يعني انت مثلا اقول لك على حاجه في اجتماع لجنه انديه للمسابقات الافريقيه يوم الثلاثاء في فرق بين جمهور دوله وجمهور نادي اكمل لك بس المعلومه يوم الثلاثاء الجاي في اجتماع لجنه الانديه في المسابقات الاتحاد الافريقي الثلاثاء الجاي ان شاء الله الاجتماع ده ممكن انا بقول لك ممكن يكون وارد مثلا في رغم ان جدول العمل ممكن يكون فيه تفاصيل تانية بس ممكن يناقشوا فيه مثلا جزئيه ان يتم طرح تذاكر مباراه نهائي افريقيا من شهر ديسمبر ولسه محدش عارف من اللي وصل فبالتالي هتطرح لكل الدول في افريقيا انت كجمهور ترجي اكملك بس وجهه النظر او المعلومه اللي ممكن تحصل كجمهور ترجي ممكن يحجز التذاكر من شهر 12 جمهور الوداد جمهور الاهلي جمهور سان داونز جمهور في انجولا جمهور في مازيمبي هتلاقي في النهايه حجز التذاكر من شهر 12 لغايه لما تيجي لشهر 5 مثلا طرحوا 45 او 50 الف اتحجزوا بالكامل جميل جدا يوصل فاينل بقى طب مين التجربه دي لو اتعملت ونجحت بالشكل ده انك فعلا تعرض تذاكر قبل 4-5 شهور والناس راحت ده انت كده يبقى عملت تجربه ناجحه جدا 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 وفي نفس الوقت لو جمهور سي من الفرق الفرقه بتاعته خرجت من دور الثمانيه وفي اعاده عرض للبيع لانك انت في وضع مختلف انت في وضع افريقيا تكاليف سفر مختلفه مطارات ممكن ما تستحملش بس الفنادق ممكن ما تستحملش الحاجة عمل حسابه على السفر طب هو في سؤال هنا لو انت عملتها مثلا في غانا هل تقدر تتحمل ما حسب بقى طبيعه المشجع اللي حجز التذكره هي تجربه لو نجحت يبقى لهم تحيه انا تقول تسالنا انا اقول لك مش تنجح ما نسبقش الاحكام انت ما عملتهاش في امريكا انا متوقع انت ما عملتهاش في امريكا اللاتينيه ليه كل قاره حسب ظروفها اصلا كمان عدد الانديه في امريكا اللاتينيه مش زي افريقيا واوروبا عدد الاتحادات او عدد الدول انت عارف كم نادي مثلا من البرازيل بيشارك في ليبرتادورس كام حوالي 6 مش 2 ما برضه عشان هم 10 دول كبيره 10 دول كبيره بيشوف بيشارك عدد قد ايه ورغم ذلك ما فكرش رغم ان البرازيل مثلا على حدودها حوالي 6 دول من امريكا اللاتينيه زي باراجواي واورجواي والارجنتين وشيلي وبوليفيا مخبلك ورغم ذلك ما فكرش يعملها في دوله واحده لا انا متفائل الإدارة الكره في الاتحاد الافريقي الفتره الحاليه بتفكر في تطوير المسابقات وتطوير المنظومه الفتره اللي جايه بشكل افضل فانا متفائل باللي جاي هم بلا شك تغيير نظام البطوله انه يتلعب بالنظام الاوروبي اللي هو ان يكون نهايه السيزون طبعا ده نجاح لا شك فيه انه نجاح ان في منتخبات هتعاني كتير لما تلعب في افريقيا شهر مرتين في كل سنتين تلعب نهائيات كاس امم افريقيا في الصيف صعبه شويه لكنه يا سيدي دول ده شهر لكنك انت في الاخر هتظبط الاجنده الكوره في افريقيا كلها طبقا وبعدين هي مشكلتهم دلوقتي ان انت نقلت المشكله من شمال افريقيا وجنوب افريقيا دوله جنوب افريقيا بس نقلتها لكل افريقيا من جوه اللي بتبدا الدوري من فبراير لديسمبر كل الدول تبدا كده ما عدا شمال افريقيا ودوله جنوب افريقيا والجنوب انت نقلتها للنص بس خد بالك انت في الوقت نفسه ظبطت نفسك مع المحترفين الافارقه حليت مشاكل جميع المحترفين اللي بيجي يلعبوا في يناير في البطولات الافريقيه ظبطت نفسك على الاجنده الدوليه حقيقي فالمكاسب اكبر لكل الدول وبالتالي ايه المشكله طب ما انا باجي بلعب في الشتاء اللي انا ما بلعبش فيه كوره عندي بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا فاذا ما الناس كلها تغير زي امريكا اللي كل العالم حاليا بيلعب نفس الترتيب ده ما عدا افريقيا بس هو التغيير ده ساعد ان كاس الامم نفسها تكون فعلا في الصيف يعني التغيير ده حصل عشان كاس الامم انت لازم تظبط نفسك على الاجنده الدوليه اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا تلعب في نفس التوقيتات ديت انت مختلف فلازم تظبط نفسك عليها وده صح انا شايف ان ده تغيير للصح احنا عانينا الموسم اللي فات فيها في مسابقه الدوري العام في القصه دي لكن زي ما انت ما قلت لا المكاسب هايله في المنطقه دي وبرده لو حصل ان عرض التذاكر بدري زي ما انت بتقول وانا اعتقد ان هو لازم يبدا الاول بدوله من شمال افريقيا انا معلومات السفر اسهل انا معلوماتي اذا كانت دوله من شمال افريقيا هيبقى المغرب وانا اعتقد كده برده بس لكن اذا اتجه لغرب افريقيا او الجنوب عنده مساحه جدا. لا عنده مساحه انه يختار زي ما هو عايز صعبه جدا لكن الشمال اعتقد هيبقى الاتجاه هو انا اعتقد بقى لو هو بدا بدايه زي دي اعتقد ان هو بيحكم على تجربته هو بالفشل من الاول بس هي اذا تمت ابدا صح الاول هي اذا تمت لازم تتم خلال الفتره الحاليه
يعني اجتماع الثلاث اللي جايه ده على فكره اجتماع مهم جدا، الاجتماع فيه بنود مهمه في مستقبل الكره الافريقيه للفتره اللي جايه، واجتماع هيتكلموا فيه على المرحله الجايه في دوري ابطال افريقيا وفكره المسابقات والملاعب وتطوير المنظومه وتطوير المسابقه، وكمان نهائي افريقيا لو طرح على مائده الاجتماع وازاي يتم تسويق النهائي والمباراه النهائيه تبقى في مكان واحد. طب اسالك سؤال، تفتكر لو عمل الماتش مثلا في المغرب هو قالب بيه مثلا، قالب بيه عنده 30% هيكونوا معروضين من دلوقتي و 30% او خليهم يا سيدي يعني 40% من دلوقتي وعندي 30 و30 هيتعرضوا للفريقين اللي وصلوا النهائي، ما هو لازم كده، ما انا في الاخر مش هتبيع التذاكر ولاقي نفسي مثلا كنادي اهلي او نادي الترجي مش عارف يروح تونس صح؟ ما على حسب بقى الجمهور هيحجز. انت معايا؟ طب فرضا بقى جيت كده فجاه كده الاهلي رايح يلعب هناك وما يلاقي ما فيش جمهور او او او, أو النجم الساحلي او اي فرقه، خلي بالك هي برضو عايزه نوع من التنظيم، لانك انت في الاخر محتاج انك انت تقدر ترتب ان الجمهور الفريق اللي هيوصل النهائي يوصل النهائي. هي تجربه مثيره، انا بنتظر على احر من الجمر ايه اللي هيحصل السنه دي في المسابقه، المسابقه السنه دي فيها تفاصيل كتير، لما نيجي نقعد نفس القعده دي في شهر مايو السنه الجايه ان شاء الله يديك طول العمر هنلاقي في نتائج ايجابيه كتير جدا ممكن نطلعها ونحطها في ورقتين ثلاثه نوريهم للجمهور ازاي الكره في افريقيا اتطورت ان شاء الله، وازاي الاتحاد الافريقي المرحله الجايه رايح في اطار افضل بكتير قوي 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 على المراحل السابقه، وده يدل على شيء بيدل ان الاتحاد الدولي عايز الكره في افريقيا توصل لمرحله افضل من اللي هي فيها ان شاء الله. نتمنى نتمنى ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي وريني فايلر. على فكره الجمهور قال لي طلع عليه حاجه برضو انا عاوز احب اقولها قبل يعني ما نختم. في ناس نزلت لوحه كده على كانها على هيئه مستطيل الاخضر وعليها زي نوته موسيقيه والبعض قال عليه يعني وده اتمنى يحصل بقى فايلر هوفن فدي كانت كانت حاجه لذيذه جدا ان بدا الجمهور يحس بحاجه، وتاني نكرر تاني لا لازم نتوقف تماما ونتفرج بقى بالظبط نتفرج، ولسه زي ما قلنا تاني نتفرج. عندنا ضغوط وعندنا لسه الضغوط، ولسه لما يكون متعادل او الفوز تاخر او دخل في جون بدري او خرج من الماتش مهزوم او يعني في حاجات كتير قوي مستنيين نشوفها، فلازم نتفرج ونشوف عشان نقول خلاص الراجل ده بيعمل اللي هو عايزه ولا نبدا بقى، ونتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نتفرج ونسيب الراجل يعمل اللي عايزه، نتمنى ده. استاذ محمد انا بشكرك على هذه الحلقه وموفق دايما ونلتقي على خير، ودايما كده يا رب النادي الاهلي كسبان على طول وجمهورنا فرحان بانتصارات الاهلي المتتاليه ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا جزيلا على الحوار معك محمد. الله يخليك يا استاذ، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا واحنا في نهايه الاسبوع مهم جدا نشوف الاحداث على مدار الاسبوع ايه اللي حصل فيها، عشان في النهايه لما بنتكلم احنا بنتكلم من اجل الجمهور، لما بنوصل رسائل بنوصل رسائل للجمهور، لما بنشتغل بنشتغل للجمهور، فدورنا واحنا بنتكلم مع الجمهور نقول المعلومه الصح، نناقش معاه الامور بموضوعيه وبمنطقيه، والثقافه الفتره الجايه ازاي تكون في مصلحه النادي الاهلي، لان الجمهور لما بيشجع عشان النادي الاهلي، واحنا لما بنشتغل عشان كيان النادي الاهلي يكون رقم واحد، فبالتالي كلنا واحده ان النادي الاهلي يكون رقم واحد. النادي الاهلي مكمل في افريقيا بشكل جيد، اداره محترفه، فريق كوره فنيا الحمد لله بيبدا بشكل كويس، فاللي جاي ان شاء الله افضل وافضل. مباراه اسوان باذن الله يوم السبت نشوف فيها أداء مختلف، في المباراة توقيت طبعا مختلف عن فترات سابقة الساعة 3 عصرا، لكن إن شاء الله بداية وموفق النادي الأهلي يا رب في المرحلة القادمة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.